السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك في كل مكان. في اليوم الثالث من الأسبوع الأول لمسابقة الدوري المصري 2018-2019، الدوري اللي بدأت فعالياته في الأسبوع الأول، يعني الكلام ده كان من 48 ساعة فقط، بخمس لقاءات. أولها كان الاتحاد السكندري مع المقاولين والتعادل الإيجابي 1-1، ثم مباراة بتروجيت والزمالك والتعادل السلبي 0-0، ثم مباراة الداخلية ووادي دجلة والتعادل الإيجابي 1-1، والفوز الوحيد اللي اتحقق في الأسبوع الأول كان من نصيب الإنتاج الحربي على حرس الحدود 2-1، وتعادل كان يجمع ما بين نجوم اف سي وطلائع الجيش. اليوم الثالث يجمع مباراتين أو في مباراتين، مباراة الجونة والمصري وما زال التعادل قائم حتى الآن 0-0، والمباراة الختامية في اليوم الثالث للأسبوع الأول اللي هي مباراتنا الأساسية واللي بيشاهدها واللي بيستناها كل الجماهير في مصر كلها بل في الوطن العربي بالتأكيد، لأن ترفع واحد من أساطرة الأندية العربية والإفريقية والعالم أجمع هو النادي الأهلي. مباراة بلا شك وبلا نقاش وبلا مجادلة هي مباراة صعبة جدا، فيها تحديات كتيرة، تحديات البدايات إن صح التعبير، تجمع ما بين الأهلي الأجهز فنيا والأجهز بدنيا بحكم مشاركته في البطولة الإفريقية ومعنوياته اللي جاي بيها من بتسوانا والفوز 1-0، وكان قبليه كمان حقق فوز هنا 3-0 بمعنويات كبيرة، بيواجه الإسماعيلي الغامض لحد دلوقتي، محدش يعرف الطريقة اللي هيلعب بيها، يعني المدير الفني الجزائري. لقاء الأهلي هل هي 4-1-4-1 زي ما بيتقال ودي طريقته المعتادة والمفضلة، التشكيلة اللي هيخوض بها اللقاء أمام النادي الأهلي، كل دي هنشوفها النهاردة من خلال هنا ملعب النادي الأهلي. خليكم معانا ما تروحوش في أي مكان تاني، هنغطي تغطية كاملة وشاملة تصريحات طبعا للمدير الفني أو المدير الكورة أو للاعبي النادي الأهلي وما قبل اللقاء وما بعد اللقاء من خلال كل الأحداث والمجريات وإيه اللي ممكن يكون حصل النهاردة في معسكر النادي الأهلي ومعسكر نادي الإسماعيلي. صحيح الأهلي جمعته ما بينه وما بين الإسماعيلي 113 لقاء قبل اللقاء ده اللي هو 114، والأهلي كانت ليه اليد العليا في الفوز 59 فوز على حساب نادي الإسماعيلي، 89 مباراة قدر النادي الأهلي أنه يحرز فيها حتى لو ما كانش هو اللي فايز، لو فيها تعادل أو فيها الخسارة ما جابش في 24 لقاء بس أهداف، لكن في النهاية تبقى مباراة الأهلي والإسماعيلي مباراة صعبة بالتأكيد، مباراة يعني كل الناس بتنتظرها بالتأكيد، هي مباراة المتعة والإثارة في كرة القدم، وليه لأ وهو البطل بيجمع الوصيف، بطل النسخة اللي فاتت 2017-2018 النادي الأهلي مع الوصيف 2017-2018، وتشاء الظروف والأقدار والقرعة إن هم يقعوا في أول لقاء مع بعض، لكن فالحسن لجماهير النادي الأهلي إن تلاقي الإسماعيلي في أولى المباريات، ودي اتكررت قبل موسمين من دلوقتي وتحديدا موسم 2016-2017 كان الأهلي بيواجه الإسماعيلي في أول لقاء وأول بداية ليه في 2016-2017، ومن يعني محاسن الصدف برضو ان اللي ادار اللقاء كان جهاد جريشه وانتهى اللقاء بفوز النادي الاهلي 1-0. فالحسن لكن ان شاء الرحمن بدايه موفقه للنادي الاهلي، الجميع يقول ان شاء الرحمن يا رب باذن الله البدايه تكون على خير، موفقين باذن الله، وعشان امورنا بنجري فيها والعصر السرعه اللي احنا فيه ده هنروح لمحمد سعيد يقول لنا اخر المستجدات وهل في حاجه حصلت ولا لا النهارده، سامعين حاجه كده عايزين نتاكد منها، نروح لمحمد سعيد. محمد مساء الفل. محمد طيب نشوف محمد ونرجع تاني ليكم. اهلا بيك كابتن سعد حفيظ، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، هنا من داخل فندق اقامه فريق النادي الاهلي، وقبل لحظات قليله من توجه الفريق بالحافله الى استاد السلام استعدادا لانطلاقه الدوري واولى المباريات امام فريق نادي الاسماعيلي. يمكن النهارده كان في اخبار كتيره واخبار حصريه ومعلومات هامه جدا من داخل مقر اقامه فريق النادي الاهلي. الجهاز الفني النهارده صباحا طبعا فوجئ بان وليد سليمان يعني غير قادر على المشاركه في المساء اليوم في مباراه نادي الاسماعيلي،
وبالتالي تم عرض الامر من خلال الكابتن وليد سليمان مع الجهاز الطبي. وفضل الجهاز الفني بقياده باتريس كارتيرون عدم اصطحاب وليد سليمان الى المباراه وخروجه من قائمه المباراه صباح اليوم داخل فندق الاقامه. يمكن وليد كان في المعسكر بالامس وبعد الفطار مباشره فضل الجهاز الفني يعني خروج وليد سليمان من المعسكر نتيجه طبعا شعوره ببعض الالام في العضله الخلفيه. يمكن وليد سليمان في المباراه الاخيره امام تاون شيب منذ ايام قليله كان تعرض لاصابه، لكن خلال الايام القليله الماضيه يعني حاول الجهاز الفني استعاده قدرات اللاعب ويعني قدراته على الاستشفاء وجاهزيته لهذه المباراه، لكن بشكل عام يعني فضل الجهاز عدم اصطحاب وليد نتيجه شكواه من بعض الالام الخفيفه وبالتالي لن يتواجد في مباراه نادي الاسماعيلي. يمكن على نزول الفريق للغدا كان خلاص خرج وليد سليمان من المعسكر وبالتالي اصبحت قائمه فريق النادي الاهلي في هذه المباراه 18 لاعب في المعسكر المغلق. ايضا كمان الجهاز الفني النهارده يمكن نتيجه ان المباراه في الساعه 9 مساء فضل ان يكون في وجبه غذائيه اخرى في حوالي الساعه 5:30 وبالتالي كان هناك ميعاد للفطار في الساعه 10 صباحا ثم ميعاد الغدا في الساعه 2 ظهرا ثم وجبه اخرى اضافيه وجبه غذائيه اخرى لا تقل اهميه ولا تقل في السعرات الحراريه والمواد الغذائيه عن الوجبه التي تم طبعا في الساعه 2 ظهرا وكانت ميعادها في الساعه 5:30 من مساء اليوم وقبل تحرك الفريق الى المباراه. يمكن قدر الامكان الجهاز الفني مع ليندمان بيحاول قدر الامكان ان هو يأهل اللعيبه ويساعدهم قدر الامكان نتيجه ان المباراه في ميعاد متاخر وان الفريق راجع من رحله سفر في الايام الاخيره الماضيه وبالتالي مع درجه الحراره العاليه والرطوبه العاليه قد يفقد اللاعبين كميات كبيره من السوائل وايضا من النشويات والبروتينات في الجسم، فبالتالي فضل الجهاز الفني بالاتفاق مع مايكل ليندمان ودكتور هاني وهبه ان يكون في وجبه غذائيه اخرى في الساعه 5:30. المحاضره يمكن بدات منذ قليل وبالتالي الجهاز الفني خلاص بعد لحظات قليله هيتحرك باللاعبين الى استاد السلام لخوض مواجهه الاسماعيلي. المعلومه حصريه والصوره حصريه، كل هذه الاخبار من داخل مقر اقامه فريق النادي الاهلي. قد تكون هناك مفاجات في التشكيله الاساسيه، بالطبع الجهاز الفني قدر الامكان يا كابتن سيد هيحاول يتغلب على غياب احمد فتحي، ايضا غياب حسام عاشور في وسط الملعب الارتكاز، غياب جونيور اجاييه. قد يبدا الجهاز الفني هذه المباراه بمحمد هاني في مركز الظهير الايمن، هشام محمد في مركز الوسط المدافع، وقد تكون هناك مفاجات بالبدء بناصر ماهر في التشكيله الاساسيه بجوار اسلام محارب كبديل لجونيور اجاييه ومؤمن زكريا وفي الهجوم وليد ازارو. بشكل عام الجهاز الفني استعد جيدا لهذه المباراه والمحاضره الاخيره داخل فندق الاقامه ليست فيها تفاصيل فنيه بقدر ان الجهاز الفني من ناحيه معنويه ومن ناحيه ذهنيه بيحاول ياهل اللعيبه وبيحضرهم لهذه المباراه الهامه. ارجع لك دلوقتي لكن بعد القراءه يكون معانا على الهواء مباشره لقطات تحرك الفريق هنا من فندق الاقامه حتى الوصول الى استاد السلام في اولى المباريات بقياده تحكيميه للحكم الدولي كابتن جهاد جريش. اليك الكلمه كابتن سيد. شكرا محمد سعيد من معسكر النادي الاهلي اللي يسبق مباراه الاهلي والاسماعيلي. شكرا محمد. طبعا قال لنا خبر مش ظريف ومش لطيف بالتاكيد، هو غياب وليد سليمان واستبعاده من معسكر الفريق. قال ان هو محمد سعيد مراسلنا هناك قال ان هو خرج بعد الغداء على طول حس ببعض الالام في الخلفيه. على العموم يعني وارد بيحصل الكلام دوت، لكن بتزيد من صعوبات بالتاكيد يعني، لان انت كمان ما فيش وقت ان انت بتحضر. يمكن لو في اصابه زي اجاييه مثلا من 5 6 ايام او في مباراه تاونشيب هناك في افريقيا بتحضر شويه من البديل، بتجربه في التدريب، بتشوف الدنيا ماشيه ازاي، بيبقى عندك متسع من الوقت او عندك مساحه تفكر فيها او تجرب فيها يعني. لكن يوم المعسكر او يوم المباراه بتبقى صعبه شويه. على العموم الباقي قادر بالتاكيد، كل لعيبه النادي الاهلي، وهي اللي عايز يلعب في الاهلي او عايز يلعب في الفرق الكبيره بالتاكيد لازم يبقى عارف كويس قوي ان الفرصه مش سهل تتكرر وصعب تيجي، فلما تيجي لازم تمسك فيها كويس قوي ولازم تركز كويس قوي عشان تقدر تلعب في تيم كبير زي النادي الاهلي. صعوبه بتواجه النادي الاهلي، لكن كل التقدير وكل الاحترام للجهاز الفني انه يتعامل معاها ان شاء الرحمن وقادر بكده باذن الله. على العموم ده كانت اخر الاخبار اللي استعرضها محمد سعيد من معسكر النادي الاهلي. قبل ما نخش في اجواء اللقاء فنيا بقى، وهيكون معانا هنا في الاستوديو تشكيله ملعب الاهلي، هيبقى معانا كابتن حماده صدقي، كابتن طارق العشري، وكابتن اسامه حسني. هنخوض في الاهلي يلعب ازاي، الطريقه اللي ممكن يلاعب بها الاسماعيلي في ظل الاصابات الكتير اللي بتواجه فرقه النادي الاهلي. الاهلي المنتعش فنيا وافريقيا بفوز مستحق على تاون شيب، هيواجه الاسماعيلي ازاي، والاسماعيلي كمان هيواجه النادي الاهلي ازاي. الاسماعيلي بعد تدعيم صفوفه هيلعب بطريقه عامله ازاي مع النادي الاهلي. كل دي خاصه بالامور الفنيه اللي هنتناولها بالتاكيد مع كابتن حماده صدقي وكابتن طارق العشري وكابتن اسامه حسني. وقبل ما نروح للاجواء، النهارده 2 اغسطس
يعني بيبقى ميلاد واحد من اساطير الاداره في مصر، واحد من الرموز النادي الاهلي، واحد من الناس اللي اتعلمت منها كتير على المستوى الشخصي كيفيه الاداره وكيفيه اداره الازمه وكيفيه التعامل مع الازمات وكيفيه التعامل مع اللاعبين والاجهزه الفنيه، كيفيه الفكر المستقبلي، كيفيه مواجهه الاحداث، كيفيه ان انت تتعامل مع الموقف على حسب تقديرك للموقف وبما يتناسب مع الموقف نفسه، لا تكبره ولا تصغره، كيفيه التعامل مع المنافسين، كيفيه التعامل مع الاعلاميين، كيفيه التعامل في إدارة المنظومة ككل. واحد من الأساطير في الرياضة المصرية والإدارة المصرية بالتأكيد هو كابتن حسن حمدي، اللي النهاردة عيد ميلاده 2 أغسطس. كل سنة وحضرتك طيب كابتن حسن. زي ما أنا قلت، واحد من الناس العظماء في عالم الإدارة، في عالم إدارة اللعبة، وفي عالم قيادة النادي الأهلي. كل سنة وانت طيب بالتأكيد كابتن حسن حمدي. شوف تقرير خاص بكابتن حسن حمدي، وكل سنه وانت طيب كابتن حسن مره ثانيه، ونشوف تقرير ونرجع ثاني مكملين معاكم. طيب حسن حمدي، حسن حمدي بيه بيلعبها حلوه ويديها لشريف يسقوط على طول. مصطفى يونس لحسن حمدي. اليوم الخميس الثاني من اغسطس تحل ذكرى ميلاد وزير دفاع الأهلي الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق الذي ولد عام 1949. مش دايبه حسن حمدي، حسن حمدي بيلعبها حلوة ويديها لشريف يسقوط. هو أحد أبرز رجال النادي الأهلي على مدار تاريخه، الذي أبلى بلاء حسنا مدافعا عن شعار النادي في كافة الميادين كلاعب ومدير للكرة وعضو بمجلس الإدارة وكأمين للصندوق ونائب للرئيس ثم رئيس. استهل حسن حمدي مشواره كلاعب في صفوف النادي الأهلي عبر قطاع الناشئين عام 1962 مدافع لا يشق له غبار، فكان لقبه وزير الدفاع. على طول مصطفى يونس لحسن حمدي. قرر الاتجاه للعمل الإداري كمدير للكرة عقب اعتزاله المبكر بسبب الإصابة. يعد حسن حمدي واحدا من القلائل الذين تولوا كافة المناصب في مجلس إدارة الأهلي عندما كان عضوا ثم أمينا للصندوق ووكيلا للمجلس ثم رئيسا لمجلس الإدارة. عمل مع الفريق عبد المحسن مرتجي، الكابتن صالح سليم، الكابتن محمد عبدو صالح الوحش في تطبيق نموذجي لمقولة الأهلي فوق الجميع، تناغم بشكل واضح مع المايسترو ليعزف معا أروع الألحان في الإدارة الرياضية المصرية والشرق الأوسط. تولى حسن حمدي رئاسة النادي الأهلي في ظروف استثنائية بعد رحيل رفيق دربه الكابتن صالح سليم، فإذا بوزير الدفاع يقود النادي للتحليق في سماء العالمية بعد أن نجح النادي في فرض هيمنته على قارة إفريقيا بتحقيق 5 ألقاب لبطولة دوري أبطال إفريقيا و5 ألقاب لبطولة السوبر الإفريقي، لتأتي المشاركة في كأس العالم للأندية في 5 مناسبات كأكثر ناد في إفريقيا مشاركة في مونديال الأندية وتحقيق الإنجاز الأبرز للكرة المصرية في المحافل الدولية بالفوز ببرونزية كأس العالم للأندية. وجاء تتويجا لجهود وزير دفاع دولة الأهلي ومجلس إدارته. لم تقتصر عالمية الأهلي في زمن حسن حمدي على كرة القدم، فقد تمكن الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي من حصد فضية كأس العالم للأندية في كرة اليد 2007 التي نظمها الأهلي، ليترك منصبه والأهلي كأكثر أندية العالم تحقيقا للألقاب القارية بعد أن رفع النادي رصيده ل19 لقبا قاريا متفوقا على إي سي ميلان الإيطالي، ليقرر اعتزال العمل العام بعد رحلة عظيمة من العطاء. قامت الحكومة النمساوية بتكريمه في حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم حسن حمدي. هو رائد في التسويق الرياضي،
هو صاحب تطوير فكرة بيع حقوق البث التلفزيوني للقنوات الفضائية وجلب موارد مالية كبيرة للنادي الأهلي والأندية المصرية. احتفل النادي الأهلي بالمئوية تحت قيادته عام 2007 بمشاركة نادي برشلونة الإسباني بكل نجومه. استضاف الأهلي بطولة العالم للأندية لكرة اليد بهذه المنافسة، وطافت الاحتفالية كل محافظات مصر. منح الاتحاد الإفريقي كاف الكابتن حسن حمدي وسام الاستحقاق الذهبي على إدارته الناجحة للنادي الأهلي. وزير الدفاع حسن حمدي. مش دايبه حسن حمدي، حسن حمدي بيلعبها حلوة ويجيها لشريف مصفوف على طول. مصطفى يونس لحسن حمدي. مرة تانية كل سنة وحضرتك طيب كابتن حسن حمدي. في الإدارة الرياضية بتحصل أزمات، أوعى حد يضحك عليك ويقول لك عمر النادي الأهلي ما حصل فيه أزمات. لا، بتحصل أزمات في النادي الأهلي، وعلى مدار تاريخه بتحصل له أزمات من 1907 إلى أن يشاء الله أن يرث الله الأرض ومن عليه. يعني وضع طبيعي جدا، هتحصل أزمات هتحصل أزمات. ده عظمة النادي الأهلي، عظمة النادي الأهلي في كيفية إدارته للأزمات. يعني عظمة مكانة النادي الأهلي وارتباط الناس بالنادي الأهلي في ازاي يدير ازمه، يتعامل ازاي مع الازمه، قراراته في الازمات بتبقى عامله ازاي. يعني عظمه النادي الاهلي بتيجي من هنا. فالازمات بتحصل، مفيش اي احنا مش في المدينه الفاضله، قلت الكلام ده مرارا وتكرارا. وضع طبيعي، يحصل مشاكل، تحصل ازمه، تحصل مشكله، تحصل حاجه، طبيعي، ناس بشر، تعامل، يعني تحصل في احسن العائلات، مفيش مشكله خالص يعني. لكن انا بتكلم على سبيل المثال. فامتى يبقى في قرار حاسم؟ امتى في قرار يعني يناسب الحدث؟ ازاي تاخده وازاي يطلع القرار زي الرصاصه؟ لان لو طلع تصريح بيبقى عامل زي الرصاصه، ما ينفعش ترجع تاني خالص. وامتى تسيب الاحداث تديرك؟ يعني مش مطالب ان انت تاخد قرار. كل دي حاجات في اداره اللعبه او في الاداره، في علم الاداره عامه يعني. على العموم كل سنه وحضرتك طيب كابتن حسن حمدي، شكرا جزيلا ليك على المستوى الشخصي. انا بشكرك لاني كنت سعيد جدا، بل عندي حظ هايل ان في بداياتي كمان يعني خصوصا في لجنه الكره اللي كانت تجمع ما بين كابتن حسن حمدي وكابتن طارق سليم وكابتن محمود الخطيب، كنت واحد من الناس اللي عاصرتهم، فتعلمت حاجات كتير جدا جدا جدا. فبشكرك بالمناسبه ديت، وبقول لحضرتك كل سنه وانت طيب. النهاردة كان في مؤتمر خاص بأجيري اللي هو المدير الفني المكسيكي اللي هيتولى المسؤولية الفنية والقيادة الفنية لمنتخبنا القومي، واللي خلاص مضوا معاه اتحاد الكورة، والمهندس هنا بوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عمل مؤتمر النهاردة، قدم فيه الراجل وقال كلام طيب بالتأكيد عنه، لكن خلينا ننتظر ونشوف. وإحنا كجماهير أو كمتابعين أو كناس محبين بالتأكيد لمنتخب بلادنا، ما يهمناش غير إن منتخبنا يبقى في أعلى حاجة. وصلنا لدرجة كويسة على فكرة، يعني عشان الناس برضو بعد ما تهدى وتاخد نفسها كده. إحنا كنا بقالنا فترة ما بنوصلش كأس الأمم الأفريقية، صحيح خدناها ثلاث مرات مع كابتن حسن شحاتة 2006 و2008 و2010، لكن بعدنا كمان ثلاث مرات متتالية قدرنا إن إحنا نوصل لنهائي أفريقيا، وطلعنا من الكاميرون بعد ما كنا متقدمين حتى في الشوط الاول عن طريق النني، لكن الشوط الثاني اتقلبت الامور وخسرنا 2-1. وصلنا لكاس عالم بعد 28 سنه، فخلينا ننتظر ونحكم بشكل موضوعي جدا ونشوف الراجل ونسيب له كل الحريه المطلقه ان هو يختار اللي هو عايزه، محدش يتدخل في اي حاجه خاصه بيه، وبعد كده نقيم التجربه، ويا رب ان شاء الرحمن تكون تجربه ناجحه. تعالوا نشوف المؤتمر ونرجع لكم من جديد. وقع الاختيار على السيد أجيري كوتشي، كان في مجموعة كبيرة من التساؤلات وفي مجموعة كبيرة من اللاعبين اللي اشتغلوا معاه برضو اتكلمنا معاهم، ويهمنا طبعا الشخصية والإدارة الفنية للمدرب.
خاصة انه الحقيقة احنا كان عندنا اسم كبير، الكابتن كوبر اسم كبير كان معروف على مستوى العالم من وفق اي حتة كل الناس عارفاه، وبالتالي كان برضو يهمنا ان يبقى طلعنا للكاتيجوري ده انه يبقى مدرب برضو معروف على المستوى العالمي. واعتقد ان مستر اجيري له تاريخ كبير ومشرف، وقدم في اسبانيا مجهود كبير، وكان اصلا لاعب محترم في المنتخب المكسيكي. وهو بالمناسبه هو اصلا يعني العيله اصلا والده ووالدته من اسبان اصلا، ولاعب لمنتخب المكسيك، لعب كلاعب وراح مساعد مدرب مع منتخب المكسيك، ثم مرتين مدرب منتخب المكسيك. فاعتقد ان دي خبره مهمه وخبره كبيره للكوتش. وكان زي ما قلت لحضراتكم انه النهارده مجموعه اللاعبين اللي معانا مجموعه لاعبين اكثرهم احترفوا بره، فمهم بالنسبه لهم برضو القناعه الشخصيه اللاعبين المدرب اللي هيقودهم خلال المرحله الجايه. Hello, thank you for your words, it's a pleasure, honey. It's difficult to watch you, but اولا هو سعيد ان هو يبقى موجود هنا في مصر بعد خبرات حوالي 20 سنة في كمدير فني، وله خبرات أيضا في مجال الكرة في أفريقيا وفي كأس العالم. First of all, I have to say salam alaikum. And after that, well, I said. كما قال السيد هنا غريدة إن إحنا سويا وجنبا إلى جنب سنعمل إن إحنا نطور الكرة. خصوصا مصر بلد كبيرة وتستحق المزيد، وفي المكسيك كمان نفس تقريبا التقاليد والعادات، يعني إن شاء الله هتبقى فترة جيدة، وسعيد إن هو يبقى موجود هنا. بعد ما سمعنا جيري المدير الفني لمنتخب مصر اللي تولى المسؤوليه خلاص رسميا النهارده بعد المؤتمر اللي شفناه مع حضراتكم مع المهندس هاني ابو ريده، وكان الراجل موجود، نتمنى له بالتاكيد التوفيق وكل المسانده والتدعيم ليه. انت اللي بتشتغل على نفسك فبتحقق نتائج كويسه، انت اللي بتشتغل على نفسك فبتخلي كل الناس تبقى عامله لك حساب، وقيمتك التسويقيه انا بتكلم على بالنسبه للعيبه يعني، قيمتك التسويقيه والقيمه الماليه والتعاقديه والانتقال من نادي لنادي ومن مرحله لمرحله انت اللي بتعليها بنفسك يعني. حتى لو كنت انت في البدايات بتبقى مش موفق فيها، لكن عندك ثقه في نفسك في امكانياتك في قدراتك، فبالتالي بتاخد خطوه كبيره جدا جدا جدا. لكن الاساس هو شخصك، الاساس تفكيرك وطريقه تعاملك مع المراحل كلها. بينطبق الكلام اللي بقوله ده على وليد ازارو. وليد ازارو جه النادي الاهلي من الدفاع الجديد المغربي، خد اللقاءات الاولى، كان في كلام كتير جدا جدا عليه على المستوى المصري وعلى المستوى الاعلامي المصري تحديدا، وده مش غريب يعني، هتلاقوه كتير جدا، ناس مندفعه قوي في التقييم الفني، ناس بتندفع بشكل كبير قوي، وهي بتبقى عامله يعني بيقولوها بالبلدي كده عامله زي اللبانه، الناس كلها بتتناولها من هنا لهنا، ناس بتكرر نفس الكلام من غير اي تحليل سليم يعني. لكن وليد ازارو واحد من الناس اللي عملت رقم كويس قوي السنه اللي فاتت، ممكن ما يبقاش احرف لعيب او احرف فرود في مصر، لكن من وجهه نظري الشخصيه هو افيد فرود في مصر. تعال نشوف وليد ازارو قال ايه وتقييمه للمرحله اللي فاتت وانتقاله او خروجه من النادي الاهلي على لسان وليد ازارو، ونرجع لكم من جديد. في عوامل انه قالوا انه ازارو الاول كان عاوز يمشي، العوامل دي مش عارف طلعت ازاي، بس كله كان شاهد لا بالنسبه للفريق لا بالنسبه للمدرب لا بالنسبه للكابتن محمد يوسف، انه اول اختيار لي انا كان انني ابقى مع النادي،
فالموضوع كله بتعلق بالنادي، هو اللي بيقرر في الأول وفي الآخر. يعني أنا ماليش حاجة أتكلم فيها عشان أفضل ولا أروح، يعني النادي اللي بيقرر إني أفضل ولا أروح. يعني الناس بتقول لا وليد عزارة مش عارف مين طلع المعلومات، مش عارف هم بيعملوا كده ليه. ف بالنسبة لي أنا بخدش الكلام ده، بس عاوز الناس اللي بتفكر يعني الناس ما تاخدش الكلام من أول نهاية. يعني أي كلمة بيقولوها بيصدوها وبيكبروا الموضوع، يعني الموضوع لا، اسمعوا وعرفوا إيه النظام من بعد اتكلموا. يعني أنا ما اتكلمش على نفسي، أنا يعني اتكلم على الناس كلها. يعني الناس بتاخد فكرة من أول خلاص وتحكم عليها. طب ركزوا فيها وشوفوا الطرفين واحكموا من بعد. انا ما بقولش الكلام ده عشان اتكلم على نفسي انا، يعني بشكل عام يعني انا يقولوا كلام وحش يقولوا كلام حلو، انا زي ما قلت لك انا بركز في الملعب عشان ادي احسن ما عندي، عشان اساعد زملائي وافرح الجمهور اللي بيحبني وبرضه اللي ما بيحبنيش عادي. يعني انا بالنسبه لي ما بحترم كل الناس واحترم كل الاراء، يعني بس انا ما بقولش الكلام ده عشان حاجه تانية. بقول ما تصدقوش الكلام من اول الالم الكلام يتقال، اسمعوا كل وخدموا مخكم تمام، اسمعوا من المصدر وبعد كده قرروا. اسمعوا من المصدر واسمعوا الناس تانية وبعدين قرروا. يعني ما تقولوش كلام، ما تحكموش على الناس من اول كلام، ممكن اي واحد يطلع اشاعه وكل الناس صدقوا. بعد الموضوع ده مباشرة كان أول مباراة رسمية كانت مع تاونشيب في برج العرب، وأديت فيها مباراة على أعلى مستوى، أحرزت هدف متميز جدا وعملت أسيست. ده إن دل على شيء بشكل عملي داخل الملعب إنك أنت حتى على المستوى النفسي مرتاح وعايز تكمل في الأهلي، والعروض زي ما أنت ذكرت ده ترجع لإدارة النادي، لو وافقت هترحل، لو ما وافقتش أنت مكمل عادك وسعيد إنك موقف الأهلي. أكيد صح كده؟ أكيد. يعني كان في ناس بتقول إن وليد أزارو مش هيلعب حلو ومش أهم. كلام مش عارف هو يطلعوا اي كدبه بقى وينشروها والناس بتصدق لا وليد ازارو بيلعب كل ماتش، اكيد الناس شايفه. يعني بيموت نفسه بيعمل اي حاجه عشان ايه يفرح الجمهور، يعني ملناش حاجه في الموضوع ده، بس احنا كده يعني. الناس بيقول هيتنيك ومش عارف ايه، لا وليد ازارو مش كده. يعني اي ماتش ياخدوا بجدية وانتوا بتشوفوا في الملعب، يعني مزودش حاجة من عندي. بالتوفيق يا وليد ان شاء الله. هو احرز في كل الانديه الشعبيه، احرز في الزمالك، احرز في المصري، قالوا باذن الله الاسماعيلي النهارده. هو الفرقه الوحيده اللي ما جابش فيها وليد ازارو السنه اللي فاتت هي فرقه الاسماعيلي، لكن احرز مع الزمالك او احرز في الزمالك والمصري والاتحاد السكندري. طيب بعد الكلام اللي هنقوله دلوقتي هيبقى معانا كابتن حماده صدي وكابتن طارق العشري وكابتن اسامه حسن، لكن خلينا نستعرض ونذكركم بالنتائج اللي اتلعبت لحد دلوقتي او الخمس مباريات اللي اتلعبوا. المباراه السادسه بتلعب التعادل السلبي 0-0 ما بين الجونه والمصري، والجونه عامل ماتش هايل جدا، لكن اولى اللقاءات كانت تجمع ما بين الاتحاد والمقاولين، التعادل الايجابي 1-1 عن طريق بناهيني في الدقيقه 9 وطاهر محمد طاهر في الدقيقه 68، بتروجيت والزمالك 0-0 انتهى اللقاء، الداخلية والجونة 1-1، حسين رجب وإبراهيم نضايف لوادي دجلة، الإنتاج الحربي بيفوز على حرس الحدود الفوز الوحيد لحد دلوقتي في الأسبوع الأول، محمد رجب وويليام في الدقيقة 10 و89، وكان مصطفى جمال أحرز هدف في حرس الحدود من ضربة جزاء في الدقيقة 66، ثم نجوم اف سي مع طلائع الجيش والتعادل السلبي 0-0، الجونة والمصري ما زال التعادل قائم برضو 0-0. مباريات بكرة الجمعة هتبقى مصر المقاصة مع سموحة الساعة 4 وإنبي مع بيراميدز الساعة 9 على استاد بيترسبورت. أقول لكم كمان تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي سريعا كده،
الاهلي والاسماعيلي تقابلوا 113 مره، الاهلي فاز في 59 والاسماعيلي فاز في 22، 32 مره تعادل منهم 21 مره تعادل ايجابي و11 مره تعادل سلبي. الاهلي احرز في الاسماعيلي 166 هدف والاسماعيلي احرز 92 هدف، يعني الفرق 74 هدف لصالح الاهلي. هداف الفرقتين هنا وهنا صالح سليم واحمد مكاوي 9 اهداف، عبد الرحمن عوض وعماد سليمان للاسماعيلي باربع اهداف. 55 مباراه الاهلي ما دخلش فيه اهداف، و24 مباراه من الاصل 113 الاسماعيلي ما دخلش فيه اهداف. صفقات الاهلي في موسم 2018-2019، الاهلي جاب كلوبالي من مازيمبي في صفقه انتقال حر، ده مدافع. مصطفى البدري سنه صغير من اسوان، احمد علاء من الداخليه، وعمار حمدي من النصر، وطبعا رجع مؤمن زكريا وناصر ماهر من الاعاره. واحد كان مع اهلي جده في السعوديه اللي هو مؤمن زكريا، وناصر ماهر كان موجود مع سموحه السنه اللي فاتت لكن طبعا مرتبطين مع عقد مع النادي الاهلي فرجعوا من جديد. الاسماعيلي حدث ولا حرك في الصفقات، 16 صفقه، طبعا عدد كبير جدا جدا في موسم واحد. عصام الحضري جاي من التعاون السعودي، حارس مرمى اكيد. محمد مجدي من الزمالك، طارق طه من سموحه، علاء عبد العظيم من المنصوره، وسليم عبد الخالق من بيراميدز، محمد الشامي زمالك، لسعد الجزائري ده تونسي، مصطفى فارس من القناه وده تحت السن، وكيكي دوري نيجيري مش عارف يعني جديد برضو على الاسم، كريستوفر ده كاميروني، عبد الخالق عواد من ديكرنس، ومحمد ابو جوده من المقصه، وعمر فتحي من بيراميدز. اوكي، المصري بيجيب هدف اول رغم ان نجوره كان عامل ماتش كويس جدا. على العموم دي كانت حاجات كثيره تسبق استوديو تحليلي وملعب الاهلي اللي هيكون تشكيلته بعد شويه كابتن حماده صدقي وكابتن طارق العشري وكابتن اسامه حسني في اولى مواجهات الاهلي موسم 2018-2019 مع الاسماعيلي البطل بيواجه الوصيف مبكرا جدا 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 في اولى اللقاءات في الدوري المصري. فالخير وفالحسن زي ما قلت لكم، لان هي تجمع الفرقتين او جمعت الفرقتين من موسمين فاتوا من دلوقتي، كان موسم تحديدا 2016-2017 وكان نفس الحكم بنفس الصفاره كابتن جهاد جريشه. بعد الفاصل ملعب الاهلي وتشكيلته كابتن حماده صدقي، كابتن طارق العشري، كابتن اسامه حسني. اسامه، السرعه مطلوبه في الكوره، بتؤمن بالكلام ده ولا لا يا كابتن طارق؟ في الشك، في الشك، لغه العصر. لغه العصر. وانت كابتن حماده؟ اكيد طبعا، في كل الخطوط عندي لازم عندي سرعات كثيره طبعا. في التحولات، في الدفاع، في كله. صح يا كابتن اسامه؟ طبعا. الريتم البطيء ما بقاش ليه مكان في الكوره دلوقتي. أوكي. اهم حاجه السرعه، سواء سرعه في مساحات كبيره او سرعه في مساحات صغيره. تمام. فدايما عامل السرعه يعني بقى مهم، اللي عنده السرعه دلوقتي بيتحط رقم واحد في التيم. طيب، هي ما فيش شك مباراه قويه جدا، ما فيش شك مباراه بتجمع ما بين البطل والوصيف، ده له اسلوب لعب، والاسماعيلي كمان له اسلوب لعب من زمان جدا جدا، كره حلوه، كره ممتعه، انا بحبهم على المستوى الشخصي جدا، رغم طبعا في بعض الاوقات بيبقى فيها نديه وكل حاجه، لكن في النهايه يعني عندهم كره حلوه، كره جميله، تعرف تتفرج، بتبقى مستمتع وانت بتتفرج على اللقاء. عندك مباراه قبل ما نخوض بقى في لقائنا الاساسي ما تنساهاش للاهلي والاسماعيلي، جيل حضرتك، الجيل اللي قبله، الجيل اللي بعده؟ لا، هي اقوى مباراه بتاعت كانت نهائي الدوري في استاد القاهره، ماتش 4-4، دي اقوى مباراه انا في اللي عصرتها، بس انا كنت بلعب. انت اتاسست في الماتش ده؟ انا مش بلعب. يا نهار في الاهلي. ها، لا، انت اتاسست، عايز اشوط في الجول، رحت رايحه في العرض عند عماره، بدل ما تروح محمد صالح رايح عند عماره. يعني بيتهيألي ما حدش يختلف في الجيل بتاعنا اللي اتفرج على ماتشات الاهلي والاسماعيلي، انا شايف ده من اقوى الماتشات اللي اتلعبت. في ماتش طبعا 6-1 اللي كان في الاسماعيليه، لكن ده كوره عاليه جدا، وماتش على بطوله اللي هو بتاع 4-4 ده انا شايفه، لكن انا خضت كتير الحمد لله، يمكن النتائج وانا بلعب مع الاسماعيلي مع الاهلي كانت لصالح الاهلي كلها الحمد لله، ما افتكرش ماتش اتغلبته في الثمان مواسم لعبتها في النادي الاهلي. ما شاء الله. كابتن طارق، عندك مباراه في الاذهان كده او في الذاكره؟ يعني طبعا انا بأسمن على كلام الكابتن حماده في المباراه، لان المباراه ديت كانت على بطوله. الحاجه الثانيه، يعني طول عمر مباريات الاهلي والاسماعيلي ديربي او قمه ثانيه بعد قمه الاهلي والزمالك. مظبوط. وطول عمر مباريات اللي زي ديت بتبقى حافله بنجوم مؤججه
يعني دايما المباريات اللي زي ديت احنا كمدربين او كمشاهدين او كلاعيبه بنستنده. تمام. فطبعا الجيل الذهبي لنادي الاسماعيلي اللي كان كابتن شحت بيتولاه كابتن علي كابتن علي بوجريشه ديت من احسن المواسم اعتقد اللي مر فيها تيم نادي الاسماعيلي. السنه اللي حققوا فيها الدوري بشكل كبير جدا، كان هناك في نديه كبيره جدا في التنافس بين النادي الاسماعيلي وبين النادي النادي الاسماعيلي كان هناك في كوكبه من اللاعبين اعتقد حققوا نتيجه كبيره جدا 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 بحصولهم على اللي اعتقد سنه 90 حققوا بري في الموسم ده اعتقد مع الكابتن حسن كابتن شحته الاسماعيلي. ولكن طول عمر مباريات الاسماعيلي والاهلي مباريات فيها نديه، نتيجه المباراه دايما ما بتوقعهاش طبعا فيها فيها شيء جمالي، فيها التكتيك احنا بنحاول بنستفيد منه بشكل كبير جدا لان بين فرقتين كبار لهم سمعه كبيره جدا، تاريخ طبعا بيسطر نفسه طبعا او بيتصدر المشهد. اي نعم الغلبه للنادي الاهلي في مشوار الفرقتين من بدايه الدوري حتى الموسم اللي فات، الموسم اللي فات كان هناك حتى الوصافه كانت لفريق نادي الاسماعيلي، كان هناك في نديه كبيره جدا الموسم اللي فات خاصه النادي الاسماعيلي كان ماشي مع دي صبر بشيء جيد جدا طبعا. جدا صح. جدا صحيح. ومفيش شك طول عمرنا المدربين خاصه مدربين النادي الاهلي او مدربين النادي الاسماعيلي بيعملوا حساب لبعض بشكل كبير جدا جدا في المقابلات. تمام. حتى وان كانت مع بدايه الموسم. طيب حضرتك هيبقى لك جزء كبير النهارده لان عايز اعرف الدماغ دي برضو وهي بتقود مثلا زي الاسماعيلي بيواجه الاهلي، واكيد انت تعرضت للموقف ده كتير قوي سواء كان مع حرس الحدود او ام بي او كل الانديه اللي انت توليت القياده الفنيه، بتواجه الاهلي ازاي والتفكير بيبقى عامل ازاي؟ برضو هاخد من حضرتك ومن دماغ حضرتك في كيفيه التعامل مع الاهلي وخصوصا في بدايه اللقاء. اسامه، انا في ماتشين مع نادي الاسماعيلي كان مباراه سنه 2003 وانا شاركت فيها كنت متواجد فيها، كانت نهائي كاس مصر وكانت المباراه دي ليها ظروف خاصه ان احنا كنا خسرانين بطوله الدوري امام انبي وكان عندنا المتبقي في الموسم عشان يعني نخرج من الموسم بطوله كان هي كاس مصر. قابلنا الاسماعيلي كانت ضربات جزاء وكنت لسه يعني ناشئ وطالع وقتها وشاركت في المباراه في كاس مصر كله وشاركت في المباراه الحمد لله كانت يعني من المباريات المميزه اللي انا عملتها مع النادي الاهلي وقتها يعني حصلت على احسن لاعب في كاس مصر. المباراه الثانيه اللي شاركت فيها وكانت قصاد الاسماعيلي كانت في اسماعيليه، كانت المباراه دي 6 دي من المباريات المميزه السادس او الخامس السادس كان محمد بركات احرز 3 اهداف، كان ابو تريكه وعماد متعب وانا الهدف السادس، فدي من المباريات الحلوه اللي انا شاركت فيها ويعني قصاد نادي الاسماعيلي. لكن دايما مباراه نادي الاهلي والاسماعيلي مباراه قويه، مباراه فيها نديه بيستمتع بيها دايما الجمهور ودايما اللاعبين ليهم استعداد خاص دايما في المباراه القمه دي يعني. طيب دي ذكريات تشكيله ملعب الاهلي، تعال نشوف ملعب الاهلي نفسه وذكرياته مع الاهلي والاسماعيلي ونرجع نتكلم بقى في الامور الفنيه الخاصه باللقاء. شهدت جماهير الكرة المصرية الآلاف من المباريات عبر عقود مختلفة منذ أن عرفت مصر كرة القدم، لكن هناك مباريات قليلة وضعت نفسها في مكانة خاصة واحتلت مساحة كبيرة في القلوب والعقول. لا تنسى ذاكرة الكرة المصرية، تلك المباراة الكبرى التي جمعت بين الأهلي والإسماعيلي وانتهت بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لمثلهم. امتلك الأهلي والإسماعيلي 57 نقطة قبل نهاية الدوري بثلاث جولات. نجح المارد الأحمر في اكتساح الزمالك بنصف دستة أهداف. الأصفر فاز على الاتحاد بثلاثية نظيفة في يوم 20 مايو 2002 على ملعب استاد القاهرة الدولي. قدم الأهلي والإسماعيلي سيمفونية رائعة، لعبا أجمل وأقوى مباراة في تاريخ الكرة المصرية. الأهلي خاض اللقاء بتشكيل ضم كلا من عصام الحضري في حراسة المرمى، هادي خشبة، وائل جمعة، شادي محمد، سيد عبد الحفيظ، محمد عمارة في الدفاع، حسام غالي، عادل مصطفى، رضا شحاتة في خط الوسط، أحمد بلال، محمد فاروق في الهجوم. أما الإسماعيلي فلعب بتشكيل يضم كلا من محمد صبحي في حراسة المرمى، عمرو فهيم، عماد النحاس، إسلام الشاطر، محمد عبد الله، سيد معوض في الدفاع، خميس جعفر، أحمد فتحي، محمد بركات في الوسط، عبد الحميد بسيوني، محمد صلاح أبو جريشة في الهجوم،
رباعية الإسماعيلي حملت توقيع كل من محمد بركات، عمرو فهيم، إسلام الشاطر وعطية صابر، بينما جاءت أهداف الأهلي عن طريق أحمد بلال هدفين وهدف لكل من محمد فاروق وعلاء إبراهيم، ليخرج الثنائي مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي ومحسن صالح المدير الفني للإسماعيلي سعداء بتلك المواجهة التاريخية، أكد أنها أجمل مباراة في تاريخ الكرة المصرية، لدرجة أن المدرب القدير محسن صالح قال مؤخرا إن حكم المباراة الإسباني قال له بعد المباراة إنه تخيل إدارته لمباراة بين ريال مدريد وبرشلونة. في 11 من يونيو لعام 1994 فاز الأهلي على الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت بينهما في استاد الأسكندرية لتحديد بطل مسابقة الدوري الممتاز، هي المباراة التي تألق فيها محمد رمضان مهاجم الأهلي وسجل ثلاثة أهداف وأيمن شوقي هدف. وليد مرة تانية، رمضان رمضان رمضان، وجول 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 وجول. في 15 من فبراير عام 1997 فاز الأهلي على الإسماعيلي بستة أهداف من دون مقابل، سجلهم محمود أبو الذهب، مشير حنفي، أحمد فيليكس، سمير كمونة، وليد صلاح الدين، هشام حنفي، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية في الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز موسم 96-97. في 15 من إبريل عام 2005 فاز الأهلي على الإسماعيلي بستة أهداف دون رد في مباراة الدور الثاني في الجولة 25 من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2004-2005، سجل للأهلي محمد بركات هاتريك، محمد أبو تريكة، عماد متعب وأسامة حسني. في 24 من مايو عام 2009 أقيمت المباراة الفاصلة بين الأهلي والإسماعيلي على لقب بطولة الدوري الممتاز، نجح الأنجولي أمادو فلافيو في تسجيل هدف الفوز بالمباراة ليفوز الأهلي بدرع الدوري. المباريات الكبيرة بياخد وقت شوية، في حاجات ممكن تبقى إيجابية بالنسبة لك وفي حاجات ممكن تبقى سلبية بالنسبة لك. كابتن حمادة صدي، إيه الإيجابيات اللي قبل اللقاء النهاردة بالنسبة للنادي الأهلي، وإيه السلبيات اللي ممكن أو الصعوبات اللي ممكن تكون في طريق النادي الأهلي النهاردة؟ في عامل كبير جدا في الإيجابيات، الثقة اللي خدها النادي الأهلي. النادي الأهلي نهى الموسم يمكن بشكل خد الدوري، ولكن في أفريقيا كان في تعصب كبير جدا، ولما بتنهي الموسم بالشكل ده محتاج حاجة تقومك، ثقة. يمكن المباراتين اللي فازوا من النادي الأهلي في أفريقيا عطت ثقة كبيرة جدا، دخلتك في البطولة، رجعت تاني، انت خلاص قريب انت تخش في الدور اللي بعد كده. فده أنا شايفه ده العامل الإيجابي اللي موجود، اللي هي الثقة ترجع للعيبة، كانت مهمة جدا وكانت مطلوبة. الحاجة السلبية طبعا الإصابات اللي بتواجه الفريق أخيرا النهاردة، أجاي طبعا من العناصر الأساسية المهمة جدا في النادي الأهلي، ووليد سليمان النهاردة أكيد عنصرين أساسيين بيلعبوا في النادي الأهلي الفترة الأخيرة. صح، حالته كانت كويسة أول فترة فاتت، الاثنين كانوا كويسين قوي، وكان يعني في رتم للنادي الأهلي، في تون في الملعب بيزبطوا أجاي ووليد سليمان، بيعوضوا حتة شوية غياب عبد الله السعيد، صناعة اللعب بشكل تاني. طبعا ده دور مدرب اللي يقدر عنده مجموعه كويسه من اللاعبين. ممكن النهارده لو شفنا مثلا ناصر ماهر تهالي ممكن يبقى له دور كبير. يعني انا عندي قناعه بيه كلاعب محوري، لعيب عنده صناعه اللعب، عنده الشق الدفاع بيعمله كويس قوي، ممكن ياخد الثقه يبقى متواجد في مباراه كبيره زي كده، ترجعه الملعب. يعني زي شفناه في سموحه ادى موسم رائع، وبالذات اخر مباراه مع الزمالك في نهائي كاس مصر كان مطرود منه لعيب، وكان هو اللي كان بيلعب نادي الزمالك لوحده، لعيب بهايل، عنده تحركات كويسه والبدني بتاعه كويس، بيقدر يكمل اللي هو الديفندر اللي بيروح وبيرجع، بتحط تحت راس الحربه بيشتغل، عنده التحركات الاماميه، الربط ما بين كل بيربطها بشكل كويس جدا، الربط بين كل خطوط الملعب. طيب كابتن طارق، فكر المدير الفني الاخر
خير الدين مضوي اللي هو المدير الفني للاسماعيلي النهارده بيواجه الاهلي، ممكن يبقى بالنسبه له الاهلي عارفه شويه، وخصوصا كمان في اللقاءات الاخيره اللي هي تاونشيب، عارف لعيبته مش بعيد عنهم، هو بيواجه النادي الاهلي. ايه اللي ممكن يتقال من في المحاضره؟ على فكره في النهارده الفرقتين مش عايزين يطلعوا التشكيل غير لما كل واحد يدي التشكيل الثاني. انت من الانصار ده يعني؟ مش عارف صعبه بصراحه. جديده شويه يعني؟ جديده طبعا يعني، الا في السوق المصري يعني، في الصحه والدوري المصري فقط لا غير، بتلاقي حاجات غريبه كده يعني، لكن متوقع يعني كل واحد طبعا. لكن انت كمدير فني عادي؟ ما فيش عادي جدا يعني، قبلها بساعه ونص. المفترض ان احنا دلوقتي يعني في عصر الفضائيات والمباريات كلها مذاعه. النهارده اعتقد ان خير الدين مضوي متفرج على النادي الاهلي في مباراتين امامه يعني، حافظ التشكيله وعارف التغيير وعارف التطورات. طب سؤال معلش يعني، شيء بشيء يذكر يعني، هل ممكن تغير من طريقه لعب لو جات لك تشكيله مثلا كنت انت متخيل او متوقع تشكيله الفريق الاخر بتشكيله مختلفه، فجات لك تشكيله ممكن تغير طريقه لعبك ولا لا خلاص امر؟ لا لا لا، انا المفترض انا لما بقابل النادي الاهلي المفترض طول الاسبوع بحضر للمباراه بطريقه اللعب اللي انا هتقابل يعني، اللي انا يعني على الاقل هتبقى فيها نديه مع النادي الاهلي. لعيبه حافظه، مش ممكن هفاجئ لعيبه بشيء تاني نتيجه ان في واحد في التشكيل اللي اتحط ممكن يغير. لا لا، لو المحاضره الحاجه انا كنت قبلها ممكن ادي تعليمات زياده يعني، واجبات زياده أوكي. لكن نفس بعدين محاضره المباراه التشكيل وقبلها بساعتين طبعا. مفترض كمان ده بس ثقه في اللاعبين. لكن ما فيش شك طبعا في مناورات بين المدربين على اساس موضوع التشكيل ده بشكل كبير جدا، على اساس ما تعرفش السيستم. لكن النهارده زي ما بقول لك يعني، في الفضائيات المفتوحه والكتب المفتوحه للانديه كلها النهارده، فكل واحد قاري التاني. انا متاكد ان الاسبوع اللي فات ده او خلال مرتين ان مضوي قاعد متفرغ لمشاهده النادي الاهلي، التكتيك بتاع النادي الاهلي، وانا متصور ان الاثنين يعني فكرهم قريب عن الفكر الجزائري، قريب من الفكر الفرنسي يعني، بقرب البلدين من بعض ومن احتراف كل معظم اللعيبه يعني. طبعا الجزائر بلد، وبعدين انا يعني وانا جاي فرنسيه سيده بالظبط كده. قريت ان في احتكاك قبل كده وصراع بين الاثنين، سواء لما كان مضوي ماسك وفاق سطيف في البطوله الافريقيه، وخد البطوله ساعتها من مازيمبي في مباراتين تفوق فيها مضوي في الجزائر، وتفوق فيها مازيمبي لكن بنتيجة إيجابية 2-1 و3-2. ما تنساش السنة دي اختير مضوي كأفضل مدير فني على مستوى القارة ساعتها. مظبوط صح. فأنا شايف أن هناك في قرب في قراية الأفكار، لكن هل التحدي الجديد لخير الدين مضوي أمام البداية اللي مفترض أنا كمدير فني ما بختارهاش يعني، عشان تقول لي اختار أن أنا هقابل النادي الأهلي ما بتمنهاش طبعا. أنا يعني بتمنى أن أنا يبقى عندي تدرج في المستوى عشان في منتصف الدوري أقابل فريق بحجم النادي الأهلي. لكن في البداية ديت بتبقى صعبة جدا جدا، وأول اختبار أنا بقول احتكاك قوي جدا جدا لقدرات مضوي مع النادي الاسماعيلي، خاصة في الغيابات الكتيرة أو تغيير الجلد لفريق نادي الاسماعيلي النهاردة. يعني خروج قوة عظمى في الفريق، كلها ثقلها مع الفريق، عطية ثقل في الموسم اللي فات، عواد، فتحي، بهاء، كالديرون، خاصة كالديرون، يعني في اثنين على الصعيد الهجومي كانوا بيمثلوا المثلث الهجومي لفريق الاسماعيلي. الاثنين خاصة كالديرون عامل موسم هايل جدا جدا مع الاسماعيلي. برضو فتح في نص الملعب ليه ثقل. الحاجة الثانية برضو أنا شايف برضو في غياب عنصرين مهمين، أو عنصر مهم جدا في خط نص الملعب برضو عماد حمدي okay. من اللعيبة اللي كانت مؤثرة جدا جدا في خط نص، خد باستمرارية في الفترة اللي فاتت. ففي تغييرات كثيرة جدا على الورق اللي أنا شايفه، بتدعيمات جديدة، بتشكيلات جديدة. هل هينجح مضوي فيه أن هو النهاردة يحط بصمة أمام النادي الأهلي؟ يعني ده اللي هيبان خلال المباراه. تشكيل ذات نفسه انا بالنسبه لي هيبقى فيه تغييرات كتيره جدا. خلينا بس بالسلامه ان شاء الله. التشكيل بتاع الاسماعيلي هيبقى فيه تغييرات كتيره جدا يعني. انت هتشوف النهارده تيم اعتقد جديد للنادي الاسماعيلي امام فريق فيه ثبات بعض الشيء رغم الاصابات المؤثره في النادي الاهلي. اغاي ما فيش شك طبعا من اللعيبه المؤثره في خط الهجوم، احمد فتحي برضه من اللعيبه المؤثره في طبعًا. في خط ظهر النادي الاهلي، حسام عاشور ما فيش شك طبعا. كل مدير فني انا يعني على الصعيد الشخصي بتمنى بخش في المواجهات ديت وانا عندي كل رجالتي اللي بعتمد عليها الثقيله طبعا، خصوصا اللي عندهم خبرات اللي يصنعوا لي الفارق، خاصه في حجم المباراه بين الاهلي والاسماعيلي. طيب كابتن اسامه، يمكن البدايات اللي شهدتها اللقاءات الست دلوقتي في الاسبوع الاول للدوري كانت بدايات الى حد كبير جدا جدا فيها رتم بطء شويه، ما فيهوش السرعه اللي احنا اتكلمنا فيها في الاول يعني.
هل ممكن ده تشوفه للاهلي والاسماعيلي ولا الامر مختلف؟ انا بس عايز اضيف حاجه عند اضافه للكابتن حماده بالنسبه لاجابات النادي الاهلي النهارده ودخول الموسم. دخول سليف كلوبالي المدافع النهارده دخل لعب ماتشين رغم من الفتره اللي دخل فيها النادي الاهلي فتره قصيره من بدايه الموسم، لكن النهارده في سرعه تاقلم مع الفريق ودي تحسب لكارتيرون انه عنده ثقه في اللاعب، هو اللي تفاوض معاه وهو اللي بدا يدخله التشكيله النادي الاهلي ويعتمد عليه. النهارده سليف كلوبالي من المدافعين المميزين، عنده طول فارع ما شاء الله، بيجيد الكرات العاليه، حتى شفناه في مباراه تاونشيب احرز هدف الفوز للنادي الاهلي. لعيب برضه بيمتاز انه بيعرف يحضر الهجمه من تحت، ما بيشلتش الكوره، لا بيحضر الهجمه، بيطلع الباص مظبوط، برضه بيزيد من تحت، فده اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي هو سليف كلوبالي. اوكي. برضه من ضمن الاضافات الممتازه جدا هي عوده نصر ماهر. وده الفكر الجيد النهارده للنادي الاهلي. انا كنت لو بدا بيه او حتى هو عودته للنادي الاهلي، يعني نصر ماهر انا كنت بشتغل في النادي الاهلي من سنتين في قطاع الناشئين، كنت بتولى مع كابتن سمير كمونه في فريق الشباب، نفس المرحله العمريه دي، نفس المرحله بتاعت نصر ماهر، هو كان موجود معانا وجالنا في بدايه فتره الاعداد وقال لنا انا عندي عرض من بتروجيت قبل ما ينتقل ويروح لسموح. فراح والنهارده اشتغل في الدوري الممتاز، خد خبرات كبيره بدايه من بتروجيت، بعد كده انتقل لسموحه، ادى موسمين كبار جدا، نضج، عنده خبرات. فبرضه ناصر ماهر من ضمن الاضافات الكويسه جدا للنادي الاهلي على مدار ان شاء الله الموسم اللي جاي. برضه النقطه الايجابيه المهمه جدا للنادي الاهلي ان هو لعب ماتشين عنده رتم المباريات عكس نادي الاسماعيلي. النهارده بدايه نادي الاسماعيلي، لسه هقول بس حته عن نادي الاسماعيلي، النادي الاهلي لعب ماتشين عنده حساسيه المباريات، عنده ضغط المباراه والماتشات اللي وديه غير الرسميه، فالنادي الاهلي اوريدي عنده الستارت بتاعه والبدايه ان شاء الله نتمنى تبقى بدايه قويه، بالرغم ان الاسماعيلي برضه عمل استعداده للنادي الاهلي وهو السنه دي داخل في دوري ابطال افريقيا، عمل فتره اعداد مميزه جدا، خلال فتره الاعداد لعب 7 مباريات كلها 4 مباريات مع دوري ممتاز، ما لعبش مع درجه ثانيه او فرق صغيره، لعب مع دوري ممتاز، لعب مع بتروجيت، لعب مع طلاع الجيش، حرس الحدود، المقاولين، واشترك برضه في بطوله عمان الدوليه اللي كان فيها الصفاقسي، فيها النصر العماني، الاهلي القطري. فقبل ما النهارده يبتدي قدام النادي الاهلي هو لاعب 7 مباريات قويه جدا برضه، فالنهارده ان شاء الله مش هنشوف الريتم البطيء، لا يعني احنا شفنا المباريات في الدوري خلال الفتره اللي فاتت ابتدت بالمقاولين والاتحاد، لا شفنا اهداف، شفنا ريتم سريع، تمام، في لياقه بدنيه عاليه، شفنا برضه بتروجيت امام الزمالك عنده الريتم وعنده السرعه بدنيا واقفين على رجليهم. النهارده برضه شفنا المصري والجونه، لا يعني كل الفرق استعدت استعداد كبير جدا، الاتحاد المقاولين كان ممتع برضه. يمكن اللقاء النهارده اشهد حاجه مختلفه شويه، ان دول في كميه كبيره جدا من لعيبه الكوره في الفرقتين. يعني ممكن تلاقي في سيد المباريات اللي زي ديت امام النادي الاهلي، معظم الانديه امام نادي الزمالك الفرق الكبيره، انت ما بتحتاجش كابتن حماد تحفز لعيبه، هم لعيبه متحفزه اصلا، مستنيين اساسا، احنا عارفين ان قيمه مقابله النادي الاهلي. طيب انا جبت تشكيله الاسماعيلي، جبت تشكيله الاسماعيلي، اقول لك انا تشكيله كده وتقول لي هي اللي مش هي، ماشي اتفضل. زي ما قلنا بس اختلاف واحد بس، زي ما قلنا في الاول، وانا اتفرجت عليهم في ماتش الصفاقسي في البطوله اللي بتلعب، كان بيلعب نادر رمضان بكرايت، ريتشارد بافور مساك، وكان محمد مجدي بس اتصاب، ممكن نحط محمد هاشم وطارق طه شمال، في نص ملعب حسني ومتولي، ومعاهم محمد صادق، الجزيري يمين، كريم بامبو، كريستوفر ماندونجا راس حربة. اقول لك انا التشكيل متوقع، لا كم الحاضر طبعا عليك غد واحده بس، واحده غلط، ما هي ممكن تكون في مختلف يعني. طيب هقول لكم تشكيله الاسماعيلي، لا ده انا بقولها على الماتش اللي لعبوه في الصفاقسي. الصفاقسي ده اخر تشكيله لعب بيها، واخر طريقه لعب ممكن اقول لك اشتغل ازاي في المباراه ديت، طريقه مختلفه شويه في الاداء. قول التشكيل، اديك فرصتك اسامه بسرعه عشان التشكيل جالي اهو. طيب الاسماعيلي متوقع النهارده يلعب 4-3-3، عصام الحضري في حراسه المرمى، 4 ورا، اديني الشمال طارق طه، ريتشارد بافور، محمود متولي، محمد هاشم، 3 في نص الملعب محمد صادق وحسني عبد الرب ونادر رمضان، 3 قدام لسعد الجزيري كشكري نجيب من دوجا. ده انت 100 ليك، انت اللي هتاخد الغدا من كابتن، انا ماليش علاقه. لا صح، انا بقول لك التشكيل اللي لعب بيه ماتش الصفاقسي، انا ما بخمنش، بقول ده اخر تشكيل لعب بيه. غدا وخلاص، خلاص غدا. طيب تشكيله الاهلي قولها لي مره ثانيه لو سمحتوا، الشناوي لحراسه المرمى وكلوبالي، لا انجز بسرعه، سعد سمير
يبقى محمد هاني وكولوبالي وسعد سمير وعلي معلول، هشام محمد والسولية، ناصر ماهر زي ما كابتن حماده تتوقع، تمام، واسلام محارب ومؤمن زكريا ووليد ازهر. يبقى تشكيلة النادي الاهلي. يبقى انت كده الغدا، انا ما كتبتش، رجع الغدا كذا مبادر والله العظيم، رجع الغدا تاني. رجع الغدا تاني. يبقى تشكيله النادي الاهلي النهارده بتشهد الشناوي ومحمد هاني، كولوبالي، سعد سمير وعلي معلول، عمرو السولية وهشام محمد، اسلام محارب وناصر ماهر ومؤمن زكريا ووليد ازهر. تشكيله نادي الاسماعيلي بقى ما قلناهاش، عصام الحضري وريتشارد ومحمد هشام ومحمود متولي وكريم طه، حسني عبد ربه وشكري نجيب ومحمد صادق وكريستوفر ومعاه كمان سعد الجزيري. طيب نخش في الامور الفنيه على طول. اول حاجه ملحوظه النهارده كابتن سيد، معلش، تشكيل اسماعيلي، تشكيله الاسماعيلي مره ثانيه، عصام الحضري جول، محمد هاشم بكراني، محمد هاشم، محمود متولي وريتشارد، كريم طه، طارق طه اسف، في نص الملعب حسني عبد ربه ومحمد صادق و نادر رمضان، نادر رمضان، محمد صادق وشكري نجيب، شكري وكريستوفر ومن دوجا وسعد الجزيري، شكري يعني كريم بامبو بس لو مش موجود في ال على فكره كابتن سيد، دي اخر تشكيله لعب بها الاسماعيلي امام النصر العماني في البطوله الدوليه، هو ده كان بالظبط نفس التشكيله. تمام، يبقى دي نفس التشكيله وتشكيله الاهلي قلناها لكم، وبعد كده هنروح بقى لتقرير خاص باللقاء ونخش في الامور الفنيه. وسعد الجزيري التونسي بيواجه علي معلول، الاثنين على نفس الخط، كيفيه المواجهه، مين يتفوق مع كابتن حماده صدقي وكابتن طارق العشري وكابتن اسامه حسني، وحاجات كتير جدا خاصه باللقاء المهم والمنتظر في بدايه فعاليات موسم 2018-2019 للاهلي والاسماعيلي. تحت شعار لا بديل عن الفوز، يستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره الإسماعيلي اليوم الخميس في تمام الساعة 9:00 على أرض ملعب استاد السلام، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز التي يسعى كلا الفريقين لخطف النقاط 3 من هذه المباراة وتقديم انطلاقة قوية في افتتاح مبارياتهما للموسم الجديد، ما يزيد من صعوبة المباراة رغبة أبناء القلعة الحمراء في تحقيق الفوز في مشوار الحفاظ على اللقب للموسم الرابع على التوالي. يدخل الأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما نجح الفريق في تحسين موقفه في المجموعة الإفريقية بالفوز على تاونشيب بطل بوتسوانا في الأسكندرية بثلاثية نظيفة، وفي بوتسوانا بهدف نظيف سجله الوافد الجديد ساليف كوليبالي. بلا شك فإن الفوز في المباراتين جعل دوافع الحفاظ على سلسلة الانتصارات متواجدة بقوة لدى لاعب الأهلي بالرغم من قوة المنافس اليوم. تعتبر المباراة اختبارا صعبا للجهاز الفني وللاعب الأهلي من أجل تخطي حمى البدايات. حرص كارتيرون خلال الأيام الماضية على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في مباراتي تاونشيب وفقا لتدريبات الفريق خلال الأيام الماضية، فإن الجهاز الفني سيعتمد على الهجوم المبكر من أجل خطف هدف مبكر يريح الأعصاب، لا سيما وأن الفوز أصبح مطلبا ضروريا بعدما تعثر الزمالك المنافس التقليدي للفريق أمام بتروجيت. على الجانب الآخر يسعى الجزائري خير الدين مضوي المدير الفني للإسماعيلي الذي تولى القيادة الفنية خلفا للبرتغالي باراني لجني ثمار حصد فترة الإعداد التي وصفها بالناجحة قبل انطلاقة الدوري، حيث خاض الفريق العديد من المباريات الودية استقر من خلالها على طريقة اللعب والتشكيل الذي سيخوض بها مباريات بطولة الدوري الممتاز. عقد المدير الفني جلسة مع لاعبي الإسماعيلي طالبهم بضرورة كسر عقدة الأهلي، حيث أن الفريق لم يستطع الفوز على الأهلي منذ فترة طويلة، لافتا إلى أن الهدف الأساسي الذي يسعى إليه الموسم الحالي هو المنافسة على التتويج ببطولة الدوري الممتاز، خاصة بعدما احتل الفريق المركز الثاني الموسم الماضي. اهلا بكم مره تانية، ومن استاد السلام الاستاد اللي هتقام عليه اللقاء بعد حوالي 40 دقيقه من دلوقتي، محمد سعيد مش جاهز، مساء الفل. طيب كابتن حماده، الاهلي بيلعب بطريقه المعتاده 4-2-3-1،
اوكي وانت تنبأت ان ناصر ماهر ممكن يبقى له دور وقد وقد كان. اسلام محارب النهارده بيبدا يعني مش معتاد ان هو بيبدا الكتير يعني، لكن وليد سليمان طبعا اسلام محارب لعيب كويس، مؤمن زكريا في الناحيه الثانيه. قول لي الخطوط اللي ممكن هشام محمد كمان النهارده برضه من اللعيبه كويسه جدا. لا اسلام ابتدى في الفتره الاخيره ابتدى الراجل يعتمد عليه برضه يعني بدا مباريات معاه. طبعا الاصابات اللي عند مستر كارتيرون يمكن مش اجبرته، لا ابتدى يبص على الناس اللي عنده وعنده قناعات يتفرج على ناصر ماهر، عنده قناعه بيه ان الراجل ده ممكن يحل حته الربط في نص الملعب اللي مش موجوده شويه في النادي الاهلي، النادي الاهلي كان عمال بيعوضها بالتحركات الثلاثه اللي قدام، وكان محتاج حد في نص الملعب اللي هو بيبقى راس حربه ثاني اللي هو بيزود بيصنع اللعب اللي عنده الرؤيه. هو عنده اثنين عندهم نزعات او ثلاثه في نص الملعب عندهم النزعه الهجوميه او الزياده العدديه بشكل كويس، سولية بيعملها، هشام محمد، ناصر ماهر ممكن يبقى متقدم شويه عنهم قدام، والثلاثه عندهم قدرات دفاعيه كويسه بيدافعوا كويس. يعني طريقه النادي الاهلي تناسب الثلاثه دول اللي بيستحوذ بيعرف يدور الكوره كويس، الاستحواذ، التحركات الكتيره اللي بدون كوره اللي مميز بيها النادي الاهلي، السرعه في الانتقال، عندك السرعات النادي الاهلي بيقعد يدور عم بيصبر كتير لغايه ما يلاقي مساحه يشتغل فيها يعني ما بيزهقش لغايه ما يلاقي مساحه يجر التيم لتحت يلاقي بس مساحه عنده ازارو، السرعات بتاعت ازارو كويسه جدا، مؤمن بيتحرك كويس جدا. اسلام محارب راجل مقاتل غير لو هو لعيب كره بيقاتل عنده الشق الدفاعي، المهاجم اللي عنده قدرات دفاعيه اسلام محارب بيعرف يرجع بشكل كويس جدا. هتلاقي نص ملعب مليان، ممكن تلاقي مؤمن شويه مع ازارو رميل لقدام شويه الاثنين بيحجزوا الجماعه المدافعين، ولكن لما بينقل الهجمه مين بالتحولات بيعرف بيروح بمين في التحولات. يعني الكره الجديده النهارده ازاي بعد ما قطع الكره مين عندي اللي بيتحول بسرعه ومين عندي بيقف، الخطوط كلها بتبقى قريبه بس واقف بمجموعه دفاعيه كويسه جدا، يمكن النادي الاهلي بيعملها من فتره. يعني حته الاستحواذ وحته التحولات السريعه موجوده عند النادي الاهلي، والنهارده عنده العناصر اللي بتشتغل، عنده علي معلول، عنده هاني، الاثنين مفاتيح لعب كويس، يعني عنده تنوع في الشغل اللي داخل الملعب، مش بيعتمدش على الكره الطويله بتاعت ازارو بس، لا مقفوله في زون ديفنس، لا بتلاقي في الناس اللي عندها المهاره اللي بتعدي خلق المساحات تحركه بدون كوره. ده اللي بيميز النادي الاهلي وبيديله الافضليه، بيديله كميه الاستحواذ الموجوده في كل مباراه بيلعبها من الناس اللي عندها الكوره اللي بتقدر تدور الكوره بشكل كويس جدا. فالنهارده هنشوف كوره كويسه من النادي الاهلي في نص الملعب. يعني انا عاجبني وسط الملعب دوت، هتلاقي فيه ايجابيه كبيره جدا، والنادي الاهلي لو مسك نص الملعب هيقدر يسجل بسهوله. يعني الناس مستنيه ناصر ماهر فتره، عايز اشوف اللي كان في سموحه وكان نجم سموحه هيعمل ايه مع عودته في النادي الاهلي، وبيتكلم لنفسي ارجع النادي الاهلي. طيب قبل ما اشوف الطريقه اللي ممكن يلعب بيها الاسماعيلي، هل 4-2-3-1 زي الاهلي ولا 4-3-3 ولا 4-1-4-1 مع كابتن طارق العشري، خلينا ناخد محمد سعيد من استاد السلام ويقول لنا الاجواء ايه، وخصوصا كمان ويطمنا على وليد سليمان وعمل اشعه ولا لا. محمد خير يا كابتن سيد، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. محتاج في البدايه اطمنك واطمن جمهور النادي الاهلي على حاله وليد سليمان. الجهاز الفني فكر ان وليد سليمان يخرج من المعسكر اليوم لاجراء الاشعه، خاصه ان يومي الجمعه والسبت اجازه رسميه، فبالتالي هناك صعوبه لاجراء اشعه رنين مغناطيسي وبالتالي فرصه لكسب مزيد من الوقت. وليد سليمان اجرى اشعه، والكابتن محمد يوسف اكد لنا في تصريحات خاصه لقناه الاهلي ان وليد الاشعه اثبتت اصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وبالتالي الحمد لله الجهاز اطمأن على حالة وليد سليمان، وكل ما أشيع عن إصابة كبيرة أو غياب مدة طويلة لوليد سليمان كل هذه الأقاويل غير صحيحة بالمرة، وأن الإشعة أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وسيتم التعامل مع هذه الإصابة بدءا من الغد في التدريب الصباحي عقب مباراة اليوم. بشكل عام الأجواء هنا داخل استاد السلام يعني أجواء هادئة تماما، ما فيش أي فرد من أي جمهور، ال 15 فرد اللي تم تحديدهم من قبل اتحاد الكرة بالفعل متواجدون داخل استاد السلام. بعد قليل منتظر حضور اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي بعد الاجتماع الذي جرى صباح اليوم في مقر النادي الاهلي بالجزيره. تلك هي الاجواء وهذه الصوره الان داخل ملعب استاد السلام قبل ان شاء الله حوالي 40 دقيقه من بدايه هذه المباراه الاهلي والاسماعيلي بقياده تحكيميه للحكم الدولي جهاد جريش. اليك الكلمه كابتن سيد.
شكرا جزيلا محمد سعيد مراسلنا من ارض الملعب او من استاد اللقاء الاهلي والاسماعيلي. خلال الفتره اللي فاتت ابتدت بالمقاولين والاتحاد، لا شفنا اهداف، شفنا رتم سريع، تمام، في لياقه بدنيه عاليه، شفنا برضو بتروجيت امام الزمالك عنده الرتم وعنده السرعه بدنيا واقفين على رجليهم. النهارده برضو شفنا المصري والجونه، لا يعني كل الفرق استعدت استعداد كبير جدا. الاتحاد المقاولين كان ممتع برضو. يمكن اللقاء النهارده يشهد حاجه مختلفه شويه، ان دول فيه كميه كبيره جدا من لعيبه الكره في الفرقتين. يعني ممكن تلاقي في سيد المباريات اللي زي ديت امام النادي الاهلي، معظم الانديه امام نادي الزمالك الفرق الكبيره، انت ما بتحتاجش كابتن حماده تحفز لعيبه، لعيبه لعيبه متحفزه اصلا. مستنيين اساسا، مستنيين الماتش ده، عارفين ان قيمه مقابله النادي الاهلي. انا جبت تشكيله الاسماعيلي. جبت تشكيله الاسماعيلي، اقول لك انا تشكيله كده وتقول لي هي اللي مش هي. ماشي اتفضل. زي ما قلنا بس اختلاف واحد بس، زي ما قلنا في الاول. وانا اتفرجت، انا اتفرجت عليهم في ماتش الصفاقسي في البطوله اللي بتلعب، كان بيلعب نادر رمضان بكرايت، ريتشارد بافور مساك، وكان محمد مجدي بس اتصاب، ممكن نحط محمد هاشم وطارق طه شمال في نص ملعب، حسني ومتولي ومعاهم محمد صادق، الجزير يمين كريم بامبو، كريستوفر ماندونجا راس حربه. اقول لك انا التشكيل متوقع. لا كابتن الحضري طبعا عليك غد واحده بس واحده غلط. ما هي ممكن تكون في مختلف يعني. طيب اقول لك تشكيله الاسماعيلي تشكيله. لا ده انا بقولها على الماتش اللي لعبوه في الصفاقسي. صفاقسي. انا ما ده اخر تشكيله لعب بيها واخر طريقه لعب، ممكن اقول لك اشتغل ازاي في المباراه ديت طريقه مختلفه شويه في الاداء. قول التشكيل. اديك فرصتك يا اسامه بسرعه عشان التشكيل جالي اهو. طيب الاسماعيلي متوقع النهارده يلعب 4 3 3، عصام الحاضر في حراسه المرمى، 4 ورا اديني الشمال طارق طه، ريتشارد بافور، محمود متولي، محمد هاشم، 3 في نص الملعب محمد صادق وحسن عبد الرب ونادر رمضان، 3 قدام لسعد الجزيري. يا رب في كل كره بينالتي وفي كل هجمه مرتده جول. دي كان دعاء 4-2-4 لو تتذكروا. يا رب باذن الله على بركه الله وتوفيقه باذن الله بيبدا النادي الاهلي مباراته، اولى مبارياته في دوري ممتاز موسم 2018 2019. تشكيله ملعب النادي الاهلي بتجمعها النهارده مع كابتن حماده صدقي. ازيك يا ابو كباتن؟ كابتن سيد اهلا بيك، وبرحب بكابتن اسامه وكابتن طارق، منورنا في استوديو الاهلي. يعني واحد من العباقره في عالم التدريب، واحد من الناس اللي بتعرف تبقى عايزه ايه من المباراه وبتاخده بالتاكيد، واحد من الناس الاكفاء جدا اللي عملوا في المجال التدريبي، بيشتغل على نفسه كتير جدا، تميز في كل الفرق اللي تولى التدريب فيها سواء كانت في مصر او خارج مصر. كابتن طارق العاشر منورنا، اهلا بيك. يا سعيد تحياتي ليك وتحياتي للكابتن حماده وكابتن اسامه. ربنا يخليك. واحد من الناس اللي جايه بنبص دايما لبكره. كابتن اسامه مساء الفل. ازيك يا كابتن سيد، اخبارك ايه؟ وحشنا كتير، وسعيد طبعا ان انا موجود مع الكباتن الكبار الكابتن حماده والكابتن طارق. ويا رب ان شاء الله يكون يوم اهلاوي النهارده سعيد على جماهير الاهلي، ويبقى موسم جميل ان شاء الله نحتفل في اخره ان شاء الله ببطوله الدوري بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الرحمن. ما فيش شك ان شاء الله هتبقى مباراه كويسه، وليه لا، وهي تجمع ما بين الاهلي والاسماعيلي. معانا تليفون مهم قبل ما نخوض في اللقاء والتشكيله والظروف والاحداث، وخصوصا وليد سليمان وخروجه من المعسكر، العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. مساء الخير. مساء الخير كابتن سيد، ويعني انا سعيد اللي انا مع حضرتك ومع ده، انا كمان بقولها، وسعيد اللي انا في استوديو تحليلي مباراه مهمه كلنا منتظرينها ان شاء الله، والنصر للاهلي تبقى افتتاحيه جميله، وشك الجميل اللي احنا متعودين معاك دايما بالانتصارات. انا طول عمري انت عارف. انا عارف طبعا، عشان كده انا اول ما نعمل مداخله مع كابتن سيد ما اتاخرش على طول. سيد اولا انا ببارك للقناه الاهلي اللي حضرتك اتضمنت ليها. الله يكرمك. يعني فعلا اخلاصك للنادي الاهلي وحبك للنادي الاهلي والانتصارات النادي الاهلي شاف على ديك، سواء انت لاعب او انت النهارده كنت في الجهاز، وانا من الناس اللي اشتغلت معاك وكنت سعيد جدا بالشغل معاك. انا فعلا يعني ببارك للنادي الاهلي، وصلت قناه النادي الاهلي اللي حضرتك بقيت موجود يعني، واتمنى لك التوفيق طبعا على طول ان شاء الله باذن الله. تمام. طيب النهارده كان في اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي، كان في قرارات؟ تمام طبعا، احنا لسه مخلصين الاجتماع. الاجتماع انعقد الساعه 3، دي كانت الجلسه العاشره المستمره. بدانا الاجتماع اللي احنا اعتمدنا وصدقنا على الجلسه العاشره المستمره، الاجتماع الاول اعتمدنا على الجلسه بمجموعه قراراتها كلها. اخذنا مجموعه قرارات، دايما احنا عودنا عائله النادي الاهلي اللي فيه شقين في مجلس الاداره بنشتغل عليهم. الشق الاول هو شق عائله النادي الاهلي وما بتقدمه الاداره التنفيذيه للخدمات او مجلس الاداره، والشق الثاني هو شق النشاط الرياضي
النهارده يمكن النشاط الرياضي كان ليه النصيب الاكبر اللي احنا اخذنا موافقات على مشاركه فريق كره اليد بالدرجه الاولى في بطوله افريقيا المقامه ان شاء الله باذن الله في تنزانيا في طريق ساحل العاج 17/10 ان شاء الله. وبالتالي وافقنا لهم برضو المشاركه في بطوله الشارقه في الامارات ان شاء الله الشهر القادم باذن الله استعدادا للدوري العام واستعدادا لبطوله افريقيا ان شاء الله. ده بالنسبه لكره اليد. اما بالنسبه لكره السله فاحنا برضو وافقنا للمشاركه في تصفيات فريق كره السله هيشارك في تصفيات البطوله الافريقيه للانديه ان شاء الله باذن الله 33 رجال للمنطقه الخامسه برضو وافقنا للدرجه الاولى اللي هي تشارك بعد تدعيم صفوف الدرجه الاولى كره السله بلاعب محترف امريكاني. وامبارح احنا برضو دعمنا كره اليد بلاعب من المحترفين اللي جاي من تونس الشقيق. فالحمد لله ده كان بالنسبه لكره اليد وكره السله. احنا فوضنا برضو الدكتور مهند عضو مجلس الاداره دراسه مع النشاط الرياضي والاتحاد الدولي مشاركه فريق الاول لكره اليد في بطوله العالم للانديه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. ده على المستوى النشاط الرياضي. اما على المستوى عائله الاهلي والبرامج البرنامج الانشائي اللي احنا شغالين فيه وانت عارف يا النادي الاهلي بيشهد اكبر طفره انشائيه بتحصل في النادي الاهلي من فتره طويله والفتره اللي جايه ان شاء الله. المهندس سامي علي كامل مستشار هندسي شرح لمجلس الاداره النهارده المواعيد والخطه العمل اللي شغالين بيها. وافقنا النهارده على تشكيل او اعتماد هيكل للاداره الهندسيه اللي هي الفتره اللي جايه تواكب مجموعه المشروعات اللي النادي الاهلي بيتحرك فيها عشان يبدا الاعضاء يحسوا بالطفره اللي بتحصل سواء لخدمات الاعضاء على شكل مستمر. في نفس الوقت برضو على المستوى عائله البرنامج عائله الاهلي الاهتمام بالقدرات الخاصه يتوافق على تعيين مدربين للشيخ زايد يكونوا مؤهلين ومتخصصين لتدريب القدرات الخاصه وده برضو الاولويات البرنامج عائله الاهلي اللي احنا شغالين فيه واللي كان حاطه الكابتن خطيب في الانتخابات الجوله الانتخابيه بتاعته او البرنامج الانتخابي بتاعه. وفي نفس الوقت برضو ان شاء الله مستمرين في العمل دايما اللي احنا بنقدم على الدراسه بتتعمل دلوقتي اللي احنا نقدم التامين الطبي لكافه اعضاء النادي الاهلي على مستوى ثلاث فروع. في القرارات المهمه اللي احنا خدناها النهارده وعشان ما اطولش على حضرتك ان شاء الله باذن الله نتمنى للنادي الاهلي الفوز واتمنى النجاح للسوري. تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل الموجودين عند حضرتك ان شاء الله. تحياتي ليك وشكرا جزيلا ليك. بس ما بتلعبش طاير بالرجل كتير ها؟ انت عارف في الهيت على طول. بس يا محمد بالتوفيق شكرا جزيلا ليك. 2018-2019 كابتن طارق بتواجه الاهلي النهارده بتواجه الاهلي وهو بطل الدوري بتواجه الاهلي في ظروف بدايات وتحديات البدايات وظروف برضو اصابات وكل حاجه. لكن انت ممكن تلعب بايه؟ ممكن تلعب 4-3-3 وانهي تفضل 4-3-3 ولا 4-1-4-1 ولا 4-4-2 ايهما تفضل في ظل التشكيله اللي احنا قلناها؟ شوف احنا مختلفين طبعا على وقفه اللاعبين او البوزيشن بتاع اللاعبين في طريقه اللعب بتاع الاسماعيلي وده اللي هنتفرج عليه من خلال المباراه. مش هقدر احكم غير لما نشوف لانه مدير فني جديد ولاعيبه جديده. بالظبط كده. انا على التشكيله اللي قدامي مفيش غير حسني ومتولي وريتشارد من الناس اللي هي متبقيه من الموسم اللي فات. اوكي. دخول محمد هاشم في الظهير الايمن شكري نجيب طارق طه في الظهير الايسر دول تغييرات. شكري نجيب يعني مش عاوز اقول يعني ان هو كان بياخد على فترات. بالظبط كده. اسعد الجزيري كريستوفر يعني خلينا نقول على الطريقه اللي ممكن شافها اسامه في البطوله الوديه امام الصفاقسي ان هو يعني بيحبذ الكابتن خير الدين مضو ان هو يبدا بطريقه 4-3-3 وما فيش شك. ومن المعلومات ان هو هيبقى فيه تحفظ كبير جدا جدا عامل يعني انا شايف ان هو فيه زحمه كتير جدا في نص الملعب لاسعد الجزيري مع شكري مع ان انا متحفظ على شكري ان هو يلعب على الاطراف لان ديت مش البوزيشن. انت مش من انصار الجيم المفتوح من البدايه مع النادي الاهلي خاصه لابد ان اقفل يعني مش النادي الاهلي ليه طبيعه خاصه. النهارده انت بتقابل بطل الدوري الفريق اللي دايما من بدايه الدوري حاطط عينه على المنافسه وعلى مركز واحد هو المركز الاول. تمام. ليه اسبقيه في الاستعداد بمباراتين في بطوله افريقيا يعني في جاهزيه اكتر. انا ده اول احتكاك ليا مع فريق زي ما قلت لك لو انا اخترت في الترتيب مش هختار النادي الاهلي على اساس ان انا اتدرج في المستوى. فلازم يكون عندي حرص كبير جدا جدا النهارده في المباراه. لازم اعمل حساب رغم الغيابات المؤثره في النادي الاهلي لكن لازم اعمل حساب لان دي فرقه منسجمه لها اسبقيه في الاستعداد. بطل الدوري الموسم اللي فات الفريق اللي هو بيلعب على المركز الاول فريق النهارده اللي بيحط اول وهله في المنافسه مع اي نعم مع فريق النادي الاسماعيلي. كل ديت كلها بتدار في دماغي
فانا اعتقد ان هو بقى فيه تحفظ بشكل كبير جدا جدا في بدايه اللقاء في مقابله التقفيل بشكل كبير جدا على المحاور اللعب اللي قال عليها الكابتن حماده، خاصه النهارده دخول ناصر ماهر اعتقد في اثبات لشخصيه ناصر ماهر واحقيته باللعب. انا كنت متصور ان بعد خروج عبد الله السعيد باستقدام ناصر ماهر ان هو من العناصر اللي هيعتمد عليها النادي الاهلي في المستقبل. هو ولد للامانه اكتسب خبرات كبيره جدا جدا في السنتين اللي كانت في بتروجيتو مع نادي سموحه، وكان عامل مؤثر وفارق مع الفرقتين. وانا اعتقد يعني انا يعني ان هو لو خد الفرصه بشكل جيد جدا هيكون من العلامات البارزه في فريق النادي الاهلي. وهو طبعا احد ابناء كابتن اسامه وعارف امكانياته بشكل كبير جدا، وهو النهارده فرصه كبيره جدا في ان هو يخش تشكيله النادي الاهلي، فاعتقد ده تحدي كبير جدا لاثبات. فدي كلها اعتقد في دماغ خير الدين مضوي. التشكيله ذات نفسها بالنسبه لي اللي هيبان على الورق غير اللي هو الطبيعه، لكن خصوصا احنا ما شفناهمش لسه، يعني انت لسه ما شفتش الدوري. صحيح شفناهم في دوره وديه لكن في النهايه رسمي لسه ما شفناهمش. لكن انا عاوز اقول لك ان انا هقول ايه للاعبين النهارده لازم اقول ان انا لابد ان انا اقفل على مفاتيح النادي الاهلي بشكل كويس، خاصه الاطراف اللي بيتميز بها النادي الاهلي. لو انا هلعب بطريقه اللي هي 4-1-4-1 ديت يبقى في غلق الاطراف بشكل كبير جدا. النادي الاهلي ما فيش شك طبعا بيعتمد على الاطراف بشكل كبير جدا، مع ودخول اسلام محارب النهارده برضه بدايه المباراه عليه انه يثبت ان هو مش البديل الجيد فقط لا غير، لا يثبت ان هو فعلا لما عندك بتحتاجه من بدايه المباراه او مع نهايه المباراه او في منتصف المباراه انت بيثبت حقيقته ان هو لاعب مؤثر جدا مع تيم النادي الاهلي. فانا اعتقد النهارده بقى في غلق على الاطراف بشكل كبير جدا، استحواذ على منتصف الملعب لان مفيش شك طبعا اللي هيستحوذ على نص الملعب هيمتلك المباراه بشكل كبير جدا، محاوله عدم الاندفاع في الهاي بريسنج خاصه مع بدايه الموسم، لسه الجاهزيه البدنيه للاعبين اعتقد مش جاهزه في انك تقوم باسلوب زي ده. فهو هيفضل الزون ديفنس والوقوف في نص الملعب، ده انا اللي بتصوره مع الاعتماد على الهجمات المرتده، خاصه النادي الاهلي دايما بينتج اسلوب المبادره المهاجمه. فاعتقد هو في تصوره ان هو يستدرج النادي الاهلي في فتح مساحات ممكن يستغلها في الهجمات المرتده. طيب كابتن اسامه، يمكن الشناوي وكلوبالي وسعد سمير ومحمد هاني ومعلول وعمرو السليه وهشام محمد وناصر ماهر اسلام محارب مؤمن زكريا ازارو، كل دي تشكيله النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي عنده جنبين، جنب يمين وجنب شمال، بيعتمد معلول ومؤمن زكريا بيعتمد على محمد هاني واسلام محارب، طريقه الربط والاستحواذ اللي هيعمله عمرو السليه مع هشام محمد وناصر ماهر. في المقابل خلي بالك يعني سعد الجزيري ده واحد من هدافين الدوري التونسي، مميز، بيعرف يعدي، مميز جدا، بيعمل خطوره وبيكمل كمان على المرمى، سريع جدا وعارف علي معلول مضوي جايبهم الاثنين. انا متاكد ان هو على دراد مستواهم لان واحد في اتحاد شبيبة الجزائر والثاني في الدوري التونسي، فانا اعتقد ان هو على درايه كبيره جدا جدا مستواه وازاي هيستخدمه. تمام. النهارده يعني لو شفنا تشكيله النادي الاهلي في ثبات في التشكيل مقارنه بالموسم اللي فات، يعني النهارده امتداد للثبات التشكيل. لو شفنا العناصر الجديده دخلت هنلاقي سليف كلوبالي وناصر ماهر، فاذا الاستقرار الفني موجود، وهي دي سمات الفرق الكبيره، انك مش كل موسم هتغير خمسه وسته وتبدا تدخلهم في التشكيله او التوليفه الاساسيه، لازم يبقى عندك عنصر او اثنين زي ريال مدريد. لو احنا اتفرجنا على ريال مدريد ثلاث سنين بياخد دوري ابطال اوروبا عنده تشكيل ثابت، بيبدا عنصر كل سنه او عنصرين يبدا يدخل في التشكيله الاساسيه. تمام. فالنهارده لو شفنا العناصر اللي دخلت سليف كلوبالي وناصر ماهر، والاثنين بداوا، سليف كلوبالي خلاص اتاقلم مع النادي الاهلي وناصر ماهر مش غريب على النادي الاهلي. النهارده لو شفنا مؤمن زكريا وناصر ماهر هيبقى لهم دور كبير جدا في النواحي الهجوميه، مؤمن زكريا قصاد معلول وناصر ماهر قدام محمد هاني، او بالتبادل ممكن الاثنين بيغيروا في وقت من الاوقات من المباراه، لكن اللي هيبقى ليه دور محوري في نص الملعب هو اسلام محارب. اسلام محارب النهارده خطوره نادي الاسماعيلي هي في وسط الملعب. انت عايز تقول ان ناصر ماهر ممكن يبقى على الطرف، يلعب على الطرف، والناحيه الثانيه مؤمن زكريا النهارده ان خطوره نادي الاسماعيلي هي في وسط ملعب حسن عبد الربو، محمد صادق، نادر رمضان، زائد رجوع شكري نجيب واسعد الجزيري، فممكن الاسماعيلي يمتلك نص الملعب. النهارده دور اسلام محارب دور مهم جدا، ازاي النهارده لما بيفقد الكوره النادي الاهلي برجع وبكون راس المثلث بتاع السوليه وهشام محمد، وازاي بالثالث بتاعهم ان انا اعمل استحواذ في نص الملعب. النهارده اللي بيميز النادي الاهلي في المواسم السابقه والماتشين اللي فاتوا قدام تاون شيب هو عمليه الاستحواذ وعمليه تدوير الكوره وخلق الفرص، هو ده اللي بيخلق الفرص. طول ما انا الكوره في رجلي، طول ما الكوره في حوزتي واستحواذي ببدا اخلق الفرص.
تاني حاجة برضو مهمة النهاردة، يعني ممكن النادي الأهلي يلعب عليها النهاردة على دفاعات الإسماعيلي، هو النهاردة بالنسبة لريتشارد بافور. ريتشارد بافور من اللعيبة اللي بيعتمد على القوة، يعني ما بيشغلش، يعني ما بيمتازش بالذكاء القوي عكس محمود متولي. محمود متولي بيصنع اللعب من تحت، بمر التمرير المظبوط، لكن ريتشارد بافور بيعتمد على ده. لو متولي لعب مساك، لو لعب مساك انا متوقع ان محمود متولي يلعب مساك. محمد هاشم عشان انا اتوقع، يعني يمكن انا شفت الماتشين للاسماعيلي، هو الراجل برضو عنده فكره عملها في الماتشين، بس ما اعتقدش يقدر ينفذها قدام النادي الاهلي. هو كان بيخلي نادر وطارق طه اللي هم الاطراف بيطلعوا في التحضير، بيحضر كويس من تحت، بيطلعوا بيبقوا قدام خالص، وبينزل حسن عبد رب ومش متولي مع المساكين، كان مجدي وكان ريتشارد بافور، بينزله يبقى ثالث هو اللي بيبتدي التحضير من تحت ومتولي من قدامه، ومحور اللعب عنده محمد صادق مع الثلاثه اللي قدام. لعيب مميز جدا محمد صادق. الثلاثه اللي قدام كان كريم بامبو النهارده في نجيب مكانه، في الجزيري ناحيه اليمين، وفي مندونجا راس حربه قدام صريح، واللي بيتحرك مع الفرقه كلها محمد صادق من العمق، كان بيشتغل كويس جدا. ومع الاطراف دي لو اشتغلها هتلاقي النادي الاهلي مساحات كويسه جدا يقدر يشتغل فيها لما يقطع الكره والارتداد السريع. هو كان الماتشين كان بيخلي نادر، فاول ماتش انا شفته كان نادر بيلعبوا وينج رايت. مين اللي معاك لده؟ في الهجوم لما ابتدي يحضر والمساكين في وسطهم حسني عبد رب مش متولي، وبس المفروض متولي، انا عارف موجود حسني دلوقتي، يعني حسني عايز تشغله في حتت صغيره في الربط، لكن هو لقيته بيخلي اللي بيعمل الربط دوت متولي، وحسني اللي بينزل، والطرفين الباكين طالعين، والثلاثه اللي قدام وصادق اللي رابط مع الثلاثه دول هو اللي بيمنع. لكن في الارتداد بيبقى فيه كثافه زي ما انت قلت في نص الملعب كتيره، من كان نجيب هيرجع، سعد الجزيري بينزل كتير قوي في نص الملعب، بيملى نص الملعب، وعندي اثنين اللي هو متولي وحسني عبد ربه، بقى عنده كثافه في نص الملعب بخمس لاعبين، وبيسيب راس حربه بس قدام. ده عشان يقدر، انا لو تفكيري واللي شفته ان اسماعيل الماتشات اللي فاتت في الماتشات الوديه، خلي بالك انت ممكن التشكيل. تكمل معانا الكلام يا كابتن طارق عاشور، هتواجه الكلام ده ازاي؟ يعني في استحواذ للاهلي عن طريق هشام محمد وعن طريق عمرو السلية عن طريق ناصر ماهر. انا بس يعني تحفظي في حاجه واحده بالنسبه للثلاثه بتوع نص الملعب بتوع النادي الاسماعيلي. طبعا لو هو بيلعب بثلاثه وزي ما بيقول الكابتن حماده، حسني مش عارف البوزيشن بتاع حسني، هو اللعيب المدافع الاثنين فوق الاثنين سترابين ولا نادر؟ هو السنه اللي فاتت كان حسني بيلعب قدام اثنين ديفندر 4-2-3-1، كان بيخيل اللي هو اللي قدام عشان ما بيرجعش كتير، اثنين ديفندر اثنين ثابتين فتحي وعماد. الماتشات اللي وديه ماضي كان حاطط متولي وحسني هم الديفندر، وبيتحركوا على صادق، وقدامهم صادق بينزل يبدا بينزل يدافع معاهم كويس بالظبط، وبيحضر اللعب كمان. الطلوع عن طريق حسني هو اللي بيبتدي يعمل تطوير البناء من تحت، كان حسني ومعاه صادق ومعاه متولي هم الثلاثه، لكن كان مأخر حسني. هل النهارده هيحط صادق جنب متولي ويخلي حسني لقدام؟ معظم تواجد صادق الموسم اللي فات كان على الاطراف، بيتحرك من نص الملعب لبره، من نص الملعب لبره، من نص الملعب لبره، استخدموه كظهير ايسر. لكن في الشكل دوت بالتشكيله دي هيساعد الجزيري بيلعب ناحيه اليمين، نجيب بيبقى راس حربه او تحت راس الحربه او على الاطراف، ففي ثلاثه قدام هيتحركوا بقى، ممكن نجيب يجي يمين، الجزيري يجي شمال، في مندونجا اللي هو راس الحربه الصريح، ومن تحت بقى مين بيكمل معاه؟ يا طرفين، ومحمد صادق هو اللي عنده القدره الهجوميه اللي بيقدر يكمل. زي ما قلت لك حماده، محمد صادق هو الثالث بتاع نص الملعب، ده هو اللي عنده زي اسلام محارب في النادي الاهلي، عنده الحريه في الناحيه الهجوميه، بس لما النهارده بيفقد الكره لازم يرجع. بس انت قلت، بس انا اختلف معاك في ناصر ماهر. انا بقول كده ناصر ما يروحش على الطرف، اسلام محارب بيلعب ناحيه اليمين اسلام، ومؤمن شمال، وتحتيهم ناصر ماهر. فممكن يبقى عندك غدا وعشا النهارده، بس قلب الملعب اللي بيتحرك بقى ايه اللي ممكن تلاقيه على الطرف، يعني ما هي مش هبقى ثابت في نص الملعب، لا هو راجل بيتحرك تحت راس الحربه على الطرف، بينزل مع الثلاثه ونصر عنده حته العمق احسن، العمق عنده بالنسبه له احسن، ما عندوش سرعه عاليه قوي فعلا. ايوه بالظبط كده، وانت سرعه عاليه قوي، متطلبات المركز ديت. لما اجي اختار لعيب عشان الشادو سترايكر ده، ايه المتطلبات اللي انا عاوزها في اللاعب ده؟ نمره واحد بيكون ممول جيد لخط الهجوم، تمام. اثنين بيكون ثنائي سكند سترايكر مع السترايكر الرئيسي، يعني بياخد ظهر دايما ازاره المنطقه الفاضيه اللي هي دايما بتبقى جايه من الخلف او بيخلقها راس الحربه، بيخلقها دايما. ممكن اعمل اللي بيقول عليه اسامه في تخلخل للدفاع، يعني عاوز اخلخل الدفاع المتكتل في دفاعات بتبقى ثابته، ان يبقى في بناء الهجمه
ان محارب بيبقى يدخل على جوه ونصر يطلع لبره عشان اعمل فيها يعني خلخله للدفاعات. الحاجه الثانيه انا مطالب هنا مع هشام وعمرو الصليه، لان انت عارف انا متصور ان كارتيرون النهارده بيدور على البدائل التجهيزيه، ما فيش شك مباراه كبيره جدا، لكن هو عنده هدف اكبر خلي بالك في مقابل الترجي اللي جاي. مين اللي هيحل مكان الغيابات اللي حتى ومين اللي هيجهزه؟ هو بيبص بعين كمان، بيبص بعين رغم انها لسه شويه يعني عندك سبعه المصري بعد كده الدوري العربيه، في مباراه في الدوري المصري اعتقد البطوله العربيه، مباراه في البطوله العربيه، وده اعتقد احسن تجهيز للهدف الاكبر اللي هو مع الترجي. تمام، بالاضافه استكشاف عناصر جديده النهارده كل انا مبسوط اول حاجه واحده بس تسخنت قوي انا حاسس بيه، انت دخلت في المود جامد قوي ودي حاجه مبسطاني. طب استاذنك اسال اسامه سؤال مهم قوي، الاهلي ممكن يستغل سرعه وليد ازارو النهارده كويس قوي في ظل وجود ريتشارد او محمد هاشم او حتى محمود او متولي ولا لعب متولي لو لعب بطء شويه متولي عنده بطء عندهم الحته هي اللي انا كنت هكملها بتاعت ريتشارد دافور. انا عارف ازاي يستغل وليد ازارو. لو احنا رجعنا لماتش الاهلي والاسماعيلي الموسم اللي فات برضه في المباريات اللي ودينا انا اتفرجت عليها، ريتشارد بافور بيبقى عنده يعني تمركز خاطئ شويه في بعض الاحيان في المباراه، ساعات بيسرح، ساعات تلاقيه مثلا طلع وعمل ساب عمق كبير وراه وطلع بيلعب على مصاد التسلل، ففي مساحات ممكن النادي الاهلي النهارده يستغلها ازاي ناصر ماهر او اسلام محارب او مؤمن، ازاي يستغل وليد ازارو ازاي يحط له في المساحات دي، او هو بتحركات الناس اللي تحت من النادي الاهلي تكمله اسلام محارب او مؤمن زكريا او قلنا ناصر ماهر ازاي يستغل المساحات دي النهارده بتحركات وليد ازارو، ما يفضلش برده متمركز في نص الملعب، النهارده ممكن يبدا يتحرك على الاطراف، النهارده وليد ازارو لو اتحرك على الطرف بره يبدا نشوف اسلام محارب هو اللي يدخل لجوه، نبدا نشوف مؤمن زكريا، لازم يبقى في حريه في التحرك، ما يبقاش مؤمن زكريا متمركز ناحيه الشمال وثابت ناحيه الشمال او ناصر ماهر ومتمركز ناحيه اليمين ويفضل واقف ناحيه اليمين، لا لازم يبقى في حريه في التحرك. زائد طبعا عمليه اللي بتخلق الفرص زي ما الكابتن حماده قال، هي عمليه الاستحواذ في نص الملعب، ودي اللي بتميز النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني عنده الشخصيه وعنده المقدره النهارده دايما طول ما الكوره من رجل لرجل وابدا ادور الكوره وافضل امتلك الكوره وقت اطول طول ما الفرص بتظهر في اثناء المباراه. طيب كابتن حماده، اسامه ذكر ان الاستحواذ ممكن يبقى سلاح مهم جدا لنادي الاهلي النهارده، وتاكيدا لكلام كابتن اسامه انت عندك هشام محمد واحد من الناس اللي بتجيد جدا جدا استحواذ طبعا الاستحواذ والتصرف في الكوره والاستلام والتسلي والتسليم وكمان رجليه بتاخده. لا ده مهم جدا، بقول لك ميزه النادي الاهلي من زمان اللي هو الاستحواذ، ازاي بقدر امسك الكوره واستحوذ وازاي بتحرك الناس بتتحرك بدون كوره، بابا بس يتحرك باص يتحرك عشان اخلق مساحه. والنادي الاهلي طول الوقت المهاره العاليه بتاعت اللعيبه بتاعت النادي الاهلي في الاستلام والتسليم والتسلم عشان اقدر اخلق مساحه للعب، يعني طول ما الفرقه واقفه وعامله لك زون ديفنس فلازم اعمل خلخله زي ما قال الكابتن طارق، التحرك اللي بين كوره مع الاستحواذ لغايه ما الاقي ثغره العب فيها، يعني كل الشغل اللي كمدرب انا بعمله عشان اخلق فرصه الناس تلعب فيها. تحركاتي المهاره اللي بتاعت اللعيب في وقت محتاج لعيب بمهارته يعدي عشان يضرب خط عشان تحرك يجي لي من راس عربه يروح خالق مساحه للراجل اللي جاي من تحت، التحرك القطري مثلا اللي جاي الطرف مثلا اسلام محارب هو اللي داخل راس عربه تاني مين طالع له من بره، عندي كذا حلول كتيره جدا، ما يقدرش مثلا مؤمن واسلام واقفين على الخط قافلين على معلول وهاني، فلازم الناس دي تتحرك، لازم في جبهات هي بتعمل خلخله تحضير للتيم. تحضيره في لحظه يعني. بالظبط، ودي يعني اللي يميز الفريق النادي الاهلي عن بطل الدوري، ليه؟ عشان عنده لعيبه مميزه في المهاره بتاعته في البدني بتاعه في الفكر كمان، الفكر التكتيكي في الملعب بفكر صح، بتحرك ازاي؟ بتحركش مفيش تحرك عشوائي بيحصل، لا ده في راس حربه بينزل عشان ده بيروح مكانه، ازاي بباصي واتحرك، انت فاهم هاني طالع بجمع لعب وغير ملعب، ده موجود في النادي الاهلي، ده اللي بيعمله النجاحات يعني. تمام طيب كابتن طارق، يعني الاستحواذ حلو وجميل وانت بتنقل من رجل لرجل، لكن بالنسبه للمدرب الفرقه الاخرى او مدرب الاسماعيلي مفيش مشكله طالما قدام عينيا يعني. كمدير فني لفرقه مثلا بتواجه النادي الاهلي، امتى او الاماكن اللي في الملعب او تحديدا المنطقه اللي في الملعب اللي ما اسمحش بالاستحواذ خلاص بقى لازم يبقى فيها ضغط؟
لازم يبقى ضغط على لعيبه النادي الاهلي. ايه منطقه الملعب اللي ما تسمحش فيها بالباص؟ انا متصور منطقه نص الملعب يعني 10 ياردات فوق الدايره زي ما بنقول كده، 10 ياردات تحت الدايره. دي اسمها منطقه المناورات، منطقه الاستحواذ. ودي يمكن اللي بيدي فيها افضليه النادي الاهلي، خاصه لما يخش نص ملعب الفريق المنافس. لما الاهلي بيمتلك المنطقه دي بشكل كبير جدا جدا، بيستطيع ان هو يناور في المحاور اللي هو عاوز يضرب منها، سواء من على الاطراف او من العمق. انا متصور النهارده يمكن كابتن حماده من ميزات النادي الاهلي طبعا هو الاستحواذ بشكل كبير جدا، ضغط ما فيش شك طبعا من برضو اهم مميزات النادي الاهلي، وده عطاء افضليه الضغط الجماعي المنظم. صح، الضغط الجماعي المنظم مش عشوائي، داخل عشوائي حتى في الملعب خلاص. يعني اتذكر في مباراه الاسماعيلي لما ضغط اجايه على الملعب طبعا. صح طبعا، اجايه وليد اثر كان ضغط رباعي يعني مش ضغط فردي، وفيها استخلاص، ومنها في الاخر بتترجم وزياده عدديه من عمرو السوليه، وفيها في الاخر اللي ترجمه، يعني ده اكبر نجاح للمدرب. فانا متصور ان النهارده في زحمه كتير جدا جدا في نص الملعب، انا متصور برضو ان خير الدين مش هيسيب الاستحواذ النادي الاهلي. خاصه عارف النادي الاهلي الشورت باص ده بيمتلكه بشكل كبير جدا جدا اللي حضرتك اشرت ليه. اتفضل. ايوه تفضل. الكثافه العدديه ثم الباص المباشر مهم جدا، الباص المباشر النهارده عبد الله لو عطل في الباص الثاني اللي في ال1 2 ما كانش الجول ده جه. مظبوط. صح، فهنا السرعه في الضغط ثم سرعه الانتقال ثم سرعه الباص مهم جدا جدا عشان تعمل فينش زي ده. الحاجه الثانيه، انا متصور برضو خير الدين مضو النهارده هيقفل المباراه امام عناصر هو عارف ان ده النهارده، عارف النهارده بيقابل النادي الاهلي، عامل حسابه بشكل ثاني. اول ظهور له ناس النهارده اعداله في الجماهير الاسماعيلي، الاختبار حقيقي امام فريق كبير صعب للامانه. يعني هو انا يعني مشفق عليه، فريق ليه جاهزيه بمباراتين، هو بالنسبه له اول وهله تغيير في جلد الفرقه، سيستم جديد هو عاوز يفرضه. فالنهارده في يعني اجتهاد كبير جدا منه، واللعيبه انا متصور ان هي لازم تساعده على تنفيذ هذا الاستحواذ بشكل كبير جدا على منطقه نص الملعب، تقريب المساحات، عدم فتح الثغرات عشان النادي الاهلي يستغلها. ده اكيد كلها افكار خير الدين مضوي قايلها للاعبين، وانا كنت يعني سمعت له تصريح ان هو هيعتمد بشكل كبير جدا على السرعات. انا لسه ما اكتشفتش طبعا كريستوفر على اساس في لعيب ايه مميزاته، جزيره ايه مميزاته، نجيب فايتر جدا. صح، انا متاكد لو انت بتقرا دماغ النادي الاهلي والنهارده بتلعب على السلام في الملعب النادي الاهلي، انك اي مدرب هيقول اقفل كويس واعتمد على المساحات اللي هتتفتح. مظبوط. وحتى التشكيله بتطرد التشكيله بادي بقى الاسماعيلي، يعني برده مش تشكيله دفاعيه 100%. النهارده برده عنده مفاتيح لعب وفيها عناصر هجوميه كتير، محمد صادق وعنده اسعد الجزيري وشكري نجيب ومندوجه، يعني في برده عناصر هجوميه. انا عاوز اقول ده، انا عاوز برده مش ده اسلوب دفاعي زي ما الناس بتقول لك ان مثلا هيدافع قدام النادي مجرد الدفاع البحت، لا ده انا بستدرج النادي الاهلي لفلسفه انا عاوز انتهجها طبعا، عشان انا استطيع ان انا استفيد منها وحقق اللي انا عايزه. بالظبط كده، الشطاره في الاخر مين اللي هيحقق اللي هو عاوزه. طبعا طبعا. طيب كابتن اسامه، يعني علي معلول منفذ طبعا ومفتاح لعب اوكي، لكن عايز مساعده دفاعيه كمان ممكن من عمرو السوليه او هشام محمد. خلي بالك لو انت عندك سرعات متمثله في شكر نجيب في المقابل الاخر، ما انت ما تفكرش ازاي تجيب جون بس، انت كمان ازاي تحافظ على شباكك، ده مهم جدا. يعني دايما في الكوره يعني ما تفكرش ان انت هتحرف بس، انت ما بتلعبش نفسك، انت بتلعب فرقه ثانيه طبعا، فلازم لو فرقه كبيره تقفل كويس. وكل ما كانت النتيجه 0-0، كل ما حتى لو وصلت للدقيقه 80 ايه المشكله، الدقيقه 85 ايه المشكله، تفوز في الدقيقه 90، تفوز في الدقيقه قبل كده بدقيقتين ثلاثه مش مشكله. حتى لو ما حصلش فوز يا كابتن طارق، انت بتلعب مباراه من ضمن مباريات الدوري مش مباراه ختاميه. دور عمرو السوليه النهارده في تغطيه على علي معلول، ودور هشام محمد في التغطيه لمحمد هاني، يمكن محمد هاني ممكن يكون متحفظ شويه اكتر من علي معلول. عند علي معلول الناحيه الهجوميه بتبقى اكبر طبعا. علي معلول ومحمد هاني من المفاتيح المهمه جدا للنادي الاهلي في النواحي الهجوميه. علي معلول من الباكات ليفت اللي بتعمل حاجه يعني قليله جدا، يعني ما بنشوفهاش في الباكات ليفت في مصر بتعملها. اول ما الراجل اللي قدامه بيستلم الكوره بتلاقي علي معلول عامل سبرنت بسرعه جدا عايز يعديه، شق هجومي عايز يكسب مساحه قدام. يعني دي حاجه كويسه جدا بتضيف للنادي الاهلي في النواحي الهجوميه. وعلي معلول من الناس القليله جدا اللي بتعملها في مصر، وهو عنده الرغبه الهجوميه. حتى شفنا مباراه تاون شيب، كارتيرون عمل تغييره، حط علي معلول، نزل ايمن اشرف وكابتن حماده، حطه باك ليف ونزل علي معلول قدام في الحته اللي قدام، هو عنده الناحيه الهجوميه. بس التغييره دي توفيق من عند ربنا. هو مغير عشان يحافظ على النتيجه 0-0 بس، او يعني التعادل بالنسبه له
وربنا كرم الكرة ثابته جت جون. لكن هي تغييره مش هجوميه، هي تغييره فيها تامين في الوقت. هو قرى الماتش كويس ان الفرقه الثانيه ابتدت تعمل خطوره عليه، وهو التعادل بالنسبه له مش وحش. يعني خلي بالك انا ميل للتفكير الواقعي طول العمر. هو واقعي يعني تفكيرك في نص الملعب. التفكير اللي رغم برضه كنت حماده بعزك سيد علي معلول برضه عنده الميزه الهجوميه. ايوه بس يعني لما اجي اعمل تغييره دي في مباراه وانا قاعد من بره بقول لا ده هو بيامن خلاص. صح يعني بطلع وليد سليمان اكثر دفاعا ايمن وبنزل ايمن اشرف راجل اكثر دفاعا مساك وبيلعب باك ليفت، فهيبقى فيه هقفل المنطقه دي وابتدي اقفل خطوطي ورا بشكل كويس واعتمد على السرعات بالشغل المرتد بتاع ازارو بتاع الهجمات المرتده مؤمن. لكن ما كانش تغييره هجوميه، لكن انت يعني انت اجتهدت في المباراه واجتهدت بعدها كره طول. طبعا وانا عاوز ايه من المباراه؟ طبعا انا عاوز ايه من المباراه؟ انا عايز مهم جدا. هو ما كانش يعني برضه تفكيره هو تفكير واقعي جدا. يعني طبعا من البدايه كان عايز يكسب. طبعا من البدايه في الوقت دوت يا سيد خطر ان انت كان في الفرقه بتقدر تمسك تعمل خطور عليك. لا لا انا كمان انا في عناصر في تاون شيب صراحه وانا بتفرج على قلقت على دفاعات النادي الاهلي وصلوا في كم فرصه دوت كان في خطوره ابتدت تظهر على النادي الاهلي، فهو الراجل فكر صح فربنا وفقه بالهدف الكره في النهايه صحيح. انت كمدرب بتبقى عايز توصل لهدف بالظبط الهدف اهم حاجه. طبعا عايز توصل للهدف، الهدف ده عايز تجيبه في الدقائق المتاخره، عايز بس يا كابتن سيد برضه يعني ضافه البدايه المهم ان توصل. انت بتكون كمدير فني طبعا محضر سيناريوهات كتير، انت ليك سيناريو المباراه في الشكل. لو انا عايز النهارده اكسب، طب هكسب همشي سيناريو المباراه ازاي؟ بس ممكن تغير في الموقف اللي انا شفته في الملعب. في موقف انا ما بقراش الغيب. في موقف حصل دلوقتي في الملعب هو ما كانش في دماغه مثلا نغير مستجدات، يعني في مستجدات تحضير وكل حاجه، لكن في مستجدات بحضر بتعامل معاه. حصل مشكله عندي هنا، لو انا كسبان هعمل ايه؟ لو ده قال مين البديل فقاري عشان ما اخرش في موضوع التغيير. ولكن في الوقت دوت هو حاس ان في خطوط اتفتحت عند النادي الاهلي، الناحيه الدفاعيه بتاعت وليد قلت مش عارف مين، ففي ثغرات فقفل بيها بايمن اشرف عشان يامن الناحيه الدفاعيه ويعمل هجمه مرتده. يعني ابتدى يلعب هجمات مرتده بعد التغييره دي، وجي الفاول وجي هدف. فده خد يعني التغييره خدمته، كان فيها توفيق عالي جدا اللي هو جاب جون وخلاص قفل الملعب بالتغييره ديت، مش محتاج يعمل تغييره ثانيه. طيب احنا قدامنا بالظبط 6 دقايق، كل واحد هيبقى فيه دقيقتين بالظبط عشان نبقى منصفين. اللي انت عايز تاخد الـ6 انت خدهم اللي يريحك. هل انت من المقيدين لادارتي في الشغل ولا لا؟ طبعا. ام من المعارضين؟ لا 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 مقيد. تصويت تصويت معاك طبعا. لا لا انت بتدير، انت صاحب القعده وبتدير واحنا جايين ضيوف عندك، لا عايز تعمله اعمله يعني. كابتن حماده صدقي في اولى مشاركات ناصر ماهر بانتظار جماهيري كبير لناصر ماهر مع صغر سن ناصر ماهر، ايه اللي ممكن يتقال لناصر ماهر من وجهه نظرك كمدير فني قدير؟ يعني انا لو مدير فني هقول له يعني انت خلاص كبرت، انت مش صغير، انت لعيب في منتخب مصر الاولمبي اساسي. يعني ودي عند مستر كارترون. يعني انا يمكن حد قال لما كان ماسك رجله هو بيشتغل على العامل النفسي بشكل كبير جدا، والتحفيز عنده التحفيز عالي قوي، يعرف يحفز اللاعبين، بيدي ثقه للعيبه بشكل كويس جدا. فناصر ناصر يبص على ماتشاته اللي عملها مسموحه، نمره واحد في التيم، هو فريق يعني فرقه ما بقاش طبعا. انا اكيد ضغوط طب انت خد اهو، انت خدت مباراه عمال تتكلم، وفي ناس حاربته، ناس كلمت عليه كتير، ازاي بيتكلم وانت لسه لعبت، انت بتتكلم ازاي؟ يعني كان في ناس بتهاجمه بتنتقده كتير. وجه الوقت اللي هو لازم عنده اتزان نفسي في الوقت دوت ويظهر بالشكل بتاعه اللي هو الطبيعي، ما يبقاش حاطط لود عليه. فرصه طبعا. طيب خدت دقيقه اهو، مش دقيقه هنا هي اتقلت دقيقه. اي خدمه. كابتن طارق يمكن المواجهه صعبه بالتاكيد زي ما قلت واشرت واستعرضنا كل المواقف، لكن في 3-4 دقائق بتبقى قبل اللقاء، ايه المدير الفني او ايه اللي ممكن يقول المدير الفني في قبل انطلاق المباراه على طول بـ3 دقائق؟ الاهلي ولا الاسماعيلي؟ اللي انت عايزه. الاثنين. يعني بالنسبه للاسماعيلي مفيش شك طبعا، بيراجع الكلام اللي هو قاله في المحاضره بشكل كبير بشكل سريع في من بعد الدخول والاستعداد للنزول المباراه، في التعليمات المهمه جدا في تنفيذها، عدم السرحان، عدم الاخطاء، خاصه امام فريق زي النادي الاهلي. مهم جدا جدا فريق الاسماعيلي اللي هو بيقابل النادي الاهلي ان هو ما يخطاش، خاصه في الثلث الاخير، لان عنده عناصر زي ازارو تستطيع ان هي تصنع الفارق. صحيح. فالمحافظة على الشكل التكتيكي للفريق بشكل كبير جدا، الالتزام بالتعليمات مهم جدا، دي شخصية المدرب بتبان. كذلك النادي الأهلي برضه نفس الكلام لمستر كارتيرون في استراتيجية اللي هينتهجها خلال المباراة،
امتى هيعمل الهاي بريسنج، امتى هيدافع، امتى هيعمل الزون ديفنس. تعليمات اللي قايلها خاصه لما بيقول الكابتن حماده للناصر عشان يشيل من عنده الضغوط. لعيب انا شايف ناصر لعيب من اللعيبه اللي خلاص اكتسبت خبره دوري ممتاز. طيب. هيكون سهل جدا جدا دخوله مع النادي مع النادي الاهلي، وان شاء الله هيكون سهل على نفسه، ان شاء الله هيكون له اضافه كبيره جدا جدا لو هو في مستواه اللي انا شفته مع بتروجيت ومع مع مع سموحه. لو هو لعب بنفس المستوى ده انا اؤكد لك يا كابتن سيد ان هو هيكون اضافه كبيره جدا مش للنادي الاهلي كمان لمنتخب مصر. اسامه قدامك دقيقه. النادي الاهلي طبعا اللعيبه يعني من غير اي كلام هي عارفه المسؤوليه اللي على عاتقها. وبالنسبه لجماهير النادي الاهلي كل مباراه يعني ما فيش مفهوم غير المكسب. اوكي. وهو ده اللي وصل لعيبه النادي الاهلي. طبعا ممكن الجهاز يتكلم معاهم في البدايات، دايما بداياتنا لازم تبقى قويه، لازم يبقى بندي انذار لكل الفرق. النادي الاهلي السنه دي بيلعب من اول مباراه لتحقيق الدوري بغض النظر عن المكسب او التعادل او الخساره، لكن انت بتدي بادائك بقوتك بروحك، هو ده سلاح النادي الاهلي في كل المباريات. هي دي الرساله ممكن يقولها الجهاز الفني للعيبه، لازم بدايتنا تبقى قويه ويعني وان شاء الله عشان يعني يبقى مشوارنا كويس ان شاء الله في بطوله الدوري. ده كلامنا في ملعب الاهلي، كابتن حماده الصادقي، كابتن طارق العاشي، وكابتن اسامه حسني. لكن طبعا بتحصل مستجدات، المدير الفنيين والكباتن الكبار معايا يعرفوا كده كويس، بتحصل مستجدات في اللقاء بتتعامل معاها ايا كانت الاطراف اللقاء، لكن في ظروف بتخدمك وفي احداث بتخدمك وحاله اللعيبه لما تجمع المباراه ما بين فرقتين كبار هي كمان بيبقى العنصر الاساسي فيها التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى فيها. على بركه الله الاهلي بيبدا موسم 2018-2019. رايي الشخص بس ان ما بقاش الوقوف في السرد باكين تحديدا من قدام شويه، ما يبقاش من عالي شويه لحد ما تشوف الشكل بتاع الاسماعيلي عامل ازاي، السرعات بتاعه الاسماعيلي عامله ازاي، كيفيه المواجهه عامله ازاي. اثناء اللقاء تقدر تغير كمان باذن الله التوفيق للنادي الاهلي. هنطلع دلوقتي نخش في اللقاء، وبعد نهايه اللقاء على طول مباشره ارجعوا لنا تاني هنا في السد او في ملعب الاهلي مع كابتن حماده وكابتن طارق العشري وكابتن اسامه حسني ومعاكم ان شاء الرحمن ان شاء الله باذن الله كل التغطيه لمباراه الاهلي والاسماعيلي.